الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، العوز بلاقيه جنبي تسند لي قلبي تشجعني. لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم. وقت العوز بلاقيه جنبي تسند لي قلبي تشجعني. لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم. يا رب يا رب ارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم. كرياليسون يا رب ارحم. أحبائنا مشاهدين قناة الطريق وبرنامج يا رب ارحم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم الذي يصل للعالم كله من خلال وجودنا معاكم من خلال قناة الطريق، من خلال هذه الشاشة العظيمة اللي ربنا ادهلنا، ومن خلال الهوى اللي ربنا سمح بيه اللي يكون موجود علشان نكون بنكسب كلمته للعالم كله وبننشر كلمته للعالم كله، وأيضا نوصل لناس كثيرة ذو احتياجات خاصة بنقدر نكون بنساعدهم. بنأسف للتأخير على حضراتكم بسبب تقنيات فنية، كنا بنظبط شوية حاجات في الفنيات، لكن أنا بشكركم جدا 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 لحضوركم معانا من خلال هذا البرنامج من خلال قناة الطريق، ودايما يا رب مستنيني، وأنا كمان بحبكم من كل قلبي مع كل فرحة جميلة بنشوفها في عيون الناس، مع كل حاجة جميلة بتوصل للناس، وكل بركات روحية وأيضا بركات مادية بتوصل لناس كثيرة محتاجة لإيد ربنا ومعونة ربنا. فعشان كده من خلال هذا البرنامج معاكم دائما على شاشة قناة الطريق. يا رب يا رب يدوم علينا هذا البرنامج، ويا رب كمان تدوم علينا قناة الطريق التي تصل للعالم كله بمحبة إخواتنا ومن محبتكم أنتم كأبطال قناة الطريق اللي سمحتونا نكون بنقدم هذا البرنامج للشركة. في الحقيقة نفسي أكون النهاردة مع كل إخواتنا اللي على مستوى أنحاء العالم كله. هنتكلم النهاردة عن الشركة الروحية، الشركة الروحية وإزاي نكون في عمق شديد في الشركة الروحية، وكيف تتحد الكنيسة باحتياجات القديسين واحتياجات إخوة الرب في كل مكان. كيف تتحد الكنيسة؟ الكنيسة ليست مباني، لكن الكنيسة جماعة المؤمنين وجماعة الأفراد وجماعة الجماعة اللي ربنا خصصها عشان تكون بتحس بالآخرين، الجماعات اللي ربنا ثقلهم بإخواتهم. الكنيسة ليست دكك أو بنجات بنقعد عليها ولا منبر، لكن الكنيسة التي تتحد بقوة عظيمة، ولينا الفخر إن احنا نكون بنساعد إخواتنا، ولينا الفخر ككنيسة قبطية موجودة نكون بنقدم إيد المساعدة. المساعدة مش بس بالكلام ولا باللسان، الكلام كتير
وما أجمل كلمات الرقيقة اللي ممكن نكون بنقولها، لكن معاكم نقدر نكون بنوصل رسالة المسيح بالحق والحقيقة. تعالوا مع بعض نقرأ من رسالة روميا، زي ما الكتاب وصانا على إزاي يكون الشركة الحقيقية تكون لإخوتنا القديسين، مشتركين في احتياجات القديسين زي ما الكتاب قال. تعالوا مع بعض نقرأ في رسالة روميا الإصحاح 12 من عدد 9، بيقول كده: المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في ضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين اضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. إزاي نكون مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء؟ إزاي نكون بنستضيف حد غريب عننا وأول مرة ممكن يكون بنشوفه، وأول مرة بنسمع عنه اللي هو موجود في بلد غريبة؟ إزاي نكون كمان فاتحين قلوبنا وفاتحين أذهاننا عشان نقدر نكون بنسمعه ونستضيفه وبنحبه زي ما المسيح علمنا؟ يقول كده: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. إزاي نكون بنقدم الآخرين، بنقدمهم قبلينا؟ هتقول كرامتي، أقول لك كرامتك في الرب، كرامتك عند الرب، لكن إزاي تكون بتقدم أخوك قبليك؟ إزاي تكون بتحط أخوك قبليك؟ كل واحد فينا ليه طبيعة مختلفة، كل واحد فينا ليه فكر مختلف، كل واحد فينا بيبص نظرة مختلفة، كل واحد فينا بيتمنى حاجات مختلفة أيضا. من خلال صلواتنا ومن خلال قربنا ربنا بنطلب حاجات مختلفة، كل واحد ليه بصمة أيضا مختلفة، صوابعك مش زي بعضها، وكل صباع ودي بصمة مختلفة. شفت وصلت لغاية فين؟ كل حد فينا مختلف عن الآخر، لكن بنتجمع في نقطة واحدة. إزاي نكون مشتركين في احتياجات القديسين؟ كل واحد بأفكاره، كل واحد بمشواره، كل واحد بحياته، كل واحد مختلف عن التاني في حاجات كتيرة، لكن عايزين نتقابل في نقطة رب المجد اللي عايز يعلمها لنا النهاردة. كلنا لازم نكون مشتركين في احتياجات القديسين. ما ينفعش واحد يقول أنا مالي، ما ينفعش واحد يقول معلش خليها المرة الجاية، ما ينفعش واحد يكون بيسمع حاجات من البدان دي ويخرجها الناحية التانية برغم اللي ربنا مديك كتير قوي، لكن انت من ايد ربنا فبتديله، انت من بركات ربنا اللي عليك وعلى حياتك بتديله. ازاي نكون مشتركين في احتياجات القديسين؟ ازاي نكون حقيقي حاطين نفسنا مكان الآخرين؟ ممكن يكون شعور وقتي بنقضيه، ويمكن إحساسنا ومشاعرنا جاست اللي هي تكون وقتية، لكن عايزين النهاردة حارين في الروح، يعني زي يكون عندنا حرارة في الروح، زي نكون بنحس بروحنا مش بس بجسدنا كشعور وإحساس بالجسد، لكن كمان عايزين نكون بنحس بالروح. العواطف اللي جوانا تتحرك، المشاعر والإحساس يتحركوا. إزاي نكون بنوصل لإخواتنا دول بأحاسيسنا؟ يمكن بتشوف حاجات معينة والحاجات دي ممكن تكون بتبكيك، بتبكي أول ما بتشوفها، وأول ما الحكاية تخلص وأول ما اللقاء ينتهي ترجع مرة تانية بالقلب
الحجري. لكن يا رب النهاردة ساعدنا علشان نطرد كل قلوب حجرية جوانا ونلتصق ونشعر دائما بالآخرين، والرب يدينا قلوب لحمية تقدر تدي وتقدر تدافع وتقدر تقدم زي ما المسيح وصانا. عندك القلب ده النهاردة؟ عندك القلب الذي يقدم بلا مقابل، الذي يقدم بدون مقابل ولا مستني حاجة من حد، فأنت بتقدم لأن مشاعرك اتحركت بالإنسانية اللي جواك، ومشاعرك اتحركت بالدوافع الروحية اللي جواك، وكلمة الرب كمان اللي بتحركنا. أوقات كثيرة قوي ممكن نكون بنتحرك بالجسد، لكن عايزين النهاردة نكون بنتحرك بالروح، وبنتحرك من خلال كلمة الرب. عايزين نتحرك من خلال وعود ربنا كمان اللي في الكتاب المقدس. عايزين نتحرك ازاي فعلا بنقدم الاخرين. نفسي اكون بنحط الترنيمة اللي جاية ونسمع الترنيمة اللي جاية، يمكن هناخدها في بداية الحلقة عشان نكون بنتعزى بيها وبنصرخ لرب المجد. لو انت قلبك حجري قول له يا رب انا بتوب قدامك وخليني اكون عندي قلب لحمي، قلبي يحس باللي قدامي وقلبي يعطف ويدبدب ويحن ويحمي من كل برد ومن كل حر، ويحمي كل الناس اللي محتاجين معونة الرب. ومعونة الرب هتيجي بك انت بحضرتك وبحضرتك وبيا وكل الناس اللي فعلا قلبهم متعلق بربنا واللي فعلا قريبين من قلب ربنا. هنقدر نقول النهاردة فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكئين. هنفرح مع كل الناس اللي فرحانة وهنتمنى لهم السعادة وهنتمنى لهم كل حب في حياتهم، كل سعادة وكل فرحة. ما نبقاش أنانيين عايزين كل حاجة لينا وبس، لكن ازاي نكون بنقدم الفرحة، وازاي نكون بنفرح مع اخواتنا الفرحانين، وازاي ايضا نبكي لبكاء اخواتنا بحالاتهم الصعبة اللي بتطلع معنا. ازاي نكون بنبكي جوانا، يمكن دموعك ما بتنزلش لكن البكاء بكاء روحي كمان بيطلع من جوه القلب. قلبي يسوع مليان بالحب، قلبي يسوع مليان احساس. اسمع معايا الترنيمه اللي جايه دي لو جاهزه معانا مع المخرج، هنسمع مع بعض وهرجع لكم مره تانية وهنتقابل مره تانية علشان نكون بنقدم حلقتنا النهارده بكل حب وفرحه وسلام واطمئنان لكل حد بيشاهدنا، مع الفرحه للزيارات التانية مع إخواتنا. وهنقدم النهاردة برنامج يا رب ارحم بكل فرح أكيد في حياتنا. تعالوا مع بعض نطلع بالفاصل اللي جاي وارجع لكم باك، انتظروني. بطلب وأصلي لك يا رب في كل حين، اجعلني بسمة في وش كل المجروحين. بطلب وأصلي لك يا رب في كل حين، اجعلني بسمة في وش كل المجروحين. عايش لك واخدمك، اسعى واقدم كل خير، وتكون حياتي تمجدك، خليني بركة لناس كتير. خليني احس بجرح اخويا واشجعه
امسك بايده وارفعه خلينا احس بفرح اخويا واشجعه اكبر بخاطره وامسك بايده وارفعه واكبر بخاطره امسك بايده وارفعه محتاج يا ربي سندتك قويني بيه شدت ايدي في سكتك ثبتني فيك محتاج يا ربي سندتك قويني بيه شدت ايدي في سكتك ثبتني فيك ساعدنا كون سخي في العطا ودي لك اللي بيهدبوك للبردانين حضن وغطا وامسح دموع مالية الخدود خلينا احس بجرح اخويا واشجعه اكبر بخاطره وامسك بايده وارفعه خلينا احس بجرح اخويا واشجعه اكبر بخاطره وامسك بايده وارفعه خليني احس بجرح اخويا واشجعه واكبر بخاطره وامسك بايده وارفعه خليني يا رب خليني يا رب شمعه بتنور في وسط العالم خليني اكون زيك يا رب بتحرك بقوم المكسورين وشجع المحتاجين خلينا نكون زيك يا رب خلينا نكون زيك امين خلينا احس بجرح اخويا واشجعه اكبر بخاطره وامسك بايده وارفعه خلينا احس بجرح اخويا واشجعه اكبر بخاطره وامسك بايده وارفعه واكبر بخاطره امسك بايده وارفعه ورجعنا مع حضراتكم مرة تانية بعد ما سمعنا هذه الترنيمة الجميلة يا رب خليني النهاردة أحس بأخويا وأشجعه أكبر بخاطره وأمسك إيديه وأرفعه تقدر تقول له النهاردة خليني يا رب فعلا أحس بكل واحد متألم وكل واحد محتاج لمعونة ربنا أكون أنا السبب خليني أكون السبب مع كل حد محتاج حاجة خليني أكون السبب في واحد بيجتاز في أمور صعبة في حياته أكون برفعه وأشجعه بإيد يسوع الحلوة إيد يسوع اللي ممكن تكون النهاردة أنت محتاجها أيضا تكون بتستمدها دين يسوع وتقدر تكون بتوزعها تستمد الحنان والعطف تستمد الكلمة الحلوة الرقيقة عشان تكون بتوزعها للآخرين قول يا رب أنا عايز أعمل كده عايز أكسب حبك وحنينك عايز أكسب كل شيء في حياتي علشان أكون بكرم أخواتي وبطلعهم وبسندهم خليني أكون سبب يا رب سبب مشجع لناس كتيرة محتاجة قوة في حياتهم وكلمة تشجيعية بترفعهم كلمة حلوة بتوصل لهم ودعم لحياتهم بيقويهم بيرفعهم ويمكن بيطلعهم من أمور صعبة في حياتهم بيطلعهم من أرض خربة ما فيهاش ولا مية ولا هواء ولا مسكن ولا مأوى ولا
ولا أكل ولا شرب، لكن إيديك يا رب الحنينة تقدر تكون بتطلعهم. يا رب خليني النهاردة أكون سبب مشجع لإخواتي بالكلمة الحلوة أولاً، بالصلاة كمان. عايز أقول لكم إن الصلاة هي مفتاح الله، هي المفتاح العظيم اللي من خلاله الله بيستجيب. الصلاة والصوم وأيضاً محبتنا وتقديماتنا وبركة الرب اللي في حياتنا بتوصل للآخرين، بركة الرب بمحبتكم الكبيرة. بشكر ربنا من أجل كل حد زرع في الوقت اللي فات، كل حد زرع في برنامج رب رحم، كل حد زرع لإخواتنا في العراق، كل واحد زرع بركة وحط بركة كده وقال عن فلان أو فلانة، عن الأهل أو الأصدقاء، كل حد زرع في حياة الآخرين من خلال حبهم وكرمهم، كل حد زرع أساس وعفش لناس محتاجة. زي يمكن الحلقات اللي جاية هنكون احنا سجلناها اوريدي، سجلنا حالة عمش حياتة اللي وصل له أساس وعفش جميل جدا. بشكر ربنا من أجل الأخت إيفون اللي قدمت العفش وهي ساكنة في الزيتون. بشكر ربنا من أجل كل الأدوات الكهربائية اللي وصلتنا علشان نكون بنكرم ربنا بيها وبنوصلها لهم لغاية عندهم، وبنقول فعلا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. كل واحد محتاج النصرة دي في حياته، كل واحد محتاج إيد ربنا في حياته فبيلاقيها. فالانتصار الحقيقي هو انتصارنا إحنا، لأن إحنا ربنا سقمنا بهذه الخدمة عشان نكون فعلا سبب بركة للآخرين. ده الانتصار الحقيقي، مش الانتصار اللي انت تشتغل شغلنا كويس، مش الانتصار اللي انت تكون عايش في بيت جميل وامورك المالية كويسة او عايش في مجتمع راقي وكويس. لا، مش ده الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي بانك او الفرحة الحقيقية بانك تكون بتقدم نفسك للاخرين، ودي الفرحة. يمكن لما بتقدم بتبقى نايم مبسوط ونايم متهلل وفرحان، ليه؟ لانك انت قدمت حتى ولو كل ما تملك لإسعاد الاخرين، ودي السعادة الحقيقية ان يمكن كلنا بندور عليها. ولا مال ولا جمال هيقدر يكون بيسعد الانسان، لكن السعادة عندما تقدم نفسك للآخرين، عندما تقدم ذاتك للآخرين، عندما تقدم ما تملك للآخرين ولو حتى من أعوازك، تقدر تكون فعلا تقول أنا سعيد جدا وفرحان جدا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين. إزاي نكون فعلا في انتصار حقيقي ونصرة حقيقية عندما نقدم للآخر، نبقى سعداء وقلبنا فرحان وحاسين اللي احنا طايرين في سابع سماء سبب كل حاجة حلوة احنا بنقدمها. فانت ما تسألش، عندما تقدم للآخر اوعى تندم في يوم من الأيام وتقول يا خسارة ده ما تمرش فيه. ويمكن ان الكلمة دي او المفهوم ده او الكلام ده يمكن ناس كثيرة قوية بتقول، وده احنا بشر يعني، وممكن يكون غصب عن الإنسان اللي يقول كده، لكن اوعى في يوم من الأيام تندم على شيء عملته حلو مع الآخر. من فضلك اوعى في يوم من الأيام تكوني بتقدمي خير في حياة حد وتيجي تقولي لأ أنا توبة مش هعمل كده تاني، لأني أنا اتقرصت مرة خلاص ما أقدرش اللي أنا أكون بقدم تاني. لأن الظاهر لما حد بيعمل خير بيقابله بشر، لكن احنا عايزين النهاردة نقول اعمل الخير وارمي خبزك على وجه المياه ستجده بعد ايام كثيرة. واحنا مع الكتاب المقدس، مع حياة يسوع المعيشة، مع الكلمات الحية اللي بنقراها يوم بعد يوم. ويمكن لو حضرتك مش متابعة هذه الكلمات او مش بتقرا هذه الكلمات، لكن خد عهد على نفسك النهاردة وقول يا رب ساعدني علشان كل يوم اخد آية من كلامك الحلو، فوجدت كلامك يا رب حلو فأكلته. يا رب ساعدني علشان اكون باخد هذا الكلام، كلامك الحلو، ف
فأكله وأشبع بيه وأيضا أتحرك بيه في حياتي العملية، ما يكونش بس بالكلام ولا باللسان، لكن يا رب خليني حياتي العملية دايما فيها كل ما هو جديد، كل يوم بعمل حاجة جديدة عشان ترضيك أنت يا رب. خليني أكون سبب رضا لحياتي أولا، أكون برضى على نفسي مش متذمر على الأمور اللي بتحصل معايا أو على الحاجات اللي بتحصل معايا. يمكن العالم يوم ليك ويوم عليك، ودي لغة العالم وده أسلوب العالم، لكن خلينا نعيش في الحياة الروحية اللي ربنا عايز يكون بيعيشها لنا النهاردة. خلينا نمتلئ دايما بالروح، وخلينا دايما حارين في الروح زي ما الكتاب علمنا. من حياتك الروحية تقدر تكون بتقدم كل عمل صالح في حياتك، كل حاجة حلوة في حياتك هتقدر تكون بتقدم. اعمل كده النهاردة، اعمل كده اليوم وانت مبتهج وانت مليان بالحب للآخرين. عندما تقدم الحب هتلاقي الحب، هتلاقي في يوم من الأيام من يطبطب عليك. واستحالة لما تكون بتزرع حاجة ربنا يكون بينساها، لا ده بالعكس ربنا بيكون بيشيلها لك، شايل لك كل حاجة حلوة في حياتك ويمكن بيديها لك مرة واحدة من حيث لا تعلم أو تتوقع، لكن ربنا بيديها لك، بيديها لك في ثانية. تقول يا رب إيه ده الخير، لأنك زرعت، ولما بتزرع هتحصد. ويمكن اتكلمنا في الوقت اللي فات عن قانون الزرع والحصاد، إزاي يكون هذا القانون موجود في حياتنا وزي نكون بنزرع عشان نقدر نكون بنحصد. عمر ما واحد يكون عايز يحصد من غير ما يحط بذرة في الأرض ويحطها في الأرض الجيدة اللي ربنا عايزك تكون بتحطها فيها. يا رب تكون شريكنا النهاردة، يا رب تكون حاطت قلبك مع قلوبنا النهاردة وحاطت كتفك مع كتفنا عشان نقدر نكون بنكمل مع بعض هذه الرؤية الجميلة اللي ربنا دهنا، وهذا العمل الجبار العظيم اللي غالي قوي على قلب ربنا. ويمكن لو ربنا سألك قال لك تحط هنا ولا هنا، أي مكان تحط فيه، لكن ربنا عايزك تكون بتزرع في حياة الآخرين. والوقت اللي فات نشكر ربنا من أجل ناس وصلت لناس وديتهم بركات من خلال برنامج يا رب ارحم. زي ما قلت قبل كده، البرنامج مش بس ان احنا بنكون بنصور حالات وبنطلع معاهم، وده مش الغرض اللي احنا نكون بنصور حالات، لكن اي نعم لازم نكون بنصور حالات صوت وصورة علشان نكون بنتقابل مع الناس وجها لوجه وبنعرض مشاكلهم قدام حضراتكم على الشاشة. لكن افرضنا الانسان ده في اخر الدنيا، في اخر محافظة من محافظات القاهرة، محافظات مصر، وفي امرجنسي صعب جدا، وبخاطب ناس في نفس المحافظه بقول لهم يا جماعه تواصلوا معي مع الشخص ده او مع الاسره دي او مع الحاله دي، لان صعب اللي احنا نكون بنتنقل في الوقت دوت للمكان ده. امين. يبقى لازم نعمل، نكون بنعمل كده وفعلا بيوصلوا مع ناس. ويمكن بخاطب كذا مره وبناشد كذا مره. اعزائي المشاهدين، لو حبيت تكون بتزرع بركة في نفس محافظة الشخص، ليه لا اللي انت تكون بتعملها زي ما ناس قالوا احنا خلاص احنا اتصلنا بيهم وخلصنا معاهم المأمورية. المأمورية اللي ربنا عايزنا النهاردة نكون بنشتغل فيها، قول يا رب المسؤولية دي على كتفي انا، والمسؤولية دي علي انا، والحب اللي انت اديتوني يا رب ودمك الغالي والثمين اللي انت عطيتهوني وسفكته من اجلي، خليني يا رب اكون كمان بسفك دمي من اجل الاخرين، وبحط حياتي مع الاخرين، ونطرد كل انانية وكل كبرياء من حياتنا ومن زواتنا عشان نقدر نكون متعلقين مع يسوع. يسوع هو رب الحياة، يسوع اللي بكلمته الحية نقدر نكون بنعيش، اللي من خلال يسوع من خلال اسمه العظيم بنقدر نكون بنمتلك العالم كله، لأن فينا يسوع. مش امتلاك عالم، العالم هيزول ويفنى،
لكن هنمتلك محبة الرب لينا للآخرين الذين في العالم. الرب صالح لأن إلهنا صالح إلى الأبد رحمته، ويقدر يكون بإيديه القديرة يكون بيسند كل حد فينا وكل إخواتنا اللي بيشاهدونا كمان وليهم أعواز خاصة ويمكن ما بيتكلموش معنا ببرنامج رب ارحم، لكن ربنا عارف كل حاجة عنكم لأنه مكتوب كده، هو فاحص القلوب ومختبر الكلى، لا يعثر عليه أي أمر وما بيختفيش عنه أي حاجة، ده بالعكس ده عارف كل حاجة، حتى شعر رؤوسنا هو عدو، من شعر رؤوسنا لغاية ضفر رجلينا هو عارف كل شيء عنك. هو صاحب القدرة وهو عارف كل شيء عنك، حتى لو أنت ما كلمتش لكن تأكد أن يسوع سمعك وعارفك. تعالوا مع بعض ناخد الحالة رقم واحد في برنامج رب ارحم. يا رب يا رب نكون بنتعايش معاهم النهاردة ونقول يا رب فعلا من يدك فأعطينا، ساعدنا عشان نكون بنساعد كل حد بيطلع معنا النهاردة ومحتاج لمعونة يسوع، معونة الإلهية كلنا لازم نكون بنتحرك فيها. يلا مع بعض نستقبل أول حالة مع بعض يعني على الهواء مباشرة مع مراسلنا اللي في القاهرة، وهنتكلم ويمكن هيفضفضوا معانا وهيكلموا بكل صراحة معانا على اللي حصل لهم في الوقت اللي فات ومشاركينهم في أحزانهم وأعوازهم في الوقت الحاضر. معانا أستاذ ممدوح ومدام نبيلة، أهلا بيكم منورينا على الهواء. ألو، ازيك يا مدام رانيو؟ أهلا بيك يا أستاذ ممدوح، ازي حضرتك؟ ازيك يا أستاذة؟ نشكر المسيح. أستاذة مدام رانيو، أنا ممدوح سعد حبيب. أهلا كنت بيك. شغال موظف ووحت ومركب شريحة وتسع مسامير في رجلي، في رجلي الشمال، ومعايا الإشعاعات بتاعتي وكل حاجة، وربنا أنا متجوز بقالي أكتر من 20 سنة وربنا ما ادانيش يعني ما ادانيش خلف، والمدام عندي وزائد، أنا عندي سكر وعندي ضغط ويعني باخد ادويه كتير بالتامين الصحي بتاع السكه الحديد، انا كنت اصلا في السكه الحديد وكده. المدام بقى برضك بعد موضوع الخلفه وكده، سكر وضغط فيروس سي، غسيل كلى، بتعمل 3 ايام في الاسبوع غسيل كلى، وهي ممكن تتكلم مع ساعاتك، وانا معايا الاوراق وتثبت والاشاعات وكده. هنا مدام نبيله معاكي. الو، اهلا بيكي يا مدام نبيله، منورانا حبيبتي، منورانا برنامج. اهلا بيكي، اهلا بيكي. عامله ايه؟ نشكر ربنا، نشكر ربنا يا مدام نبيله، منورانا حبيبتي. ما انا لسه جايب الغسيل ده، عملت 3 واتس اليوم غسيل كلى اهي، ما انا شايفاها في البتاع، بعمل 3 مرات، بعمل 3 مرات في اليوم لحد الخميس التلاقي. الو، ايوه معاكي حبيبتي، سامعاكي، الف سلامة عليكي من النبيلة. بعمل 3 مرات في اليوم. بتعملي 3 مرات في الاسبوع غسيل كلى؟ ست نبيلة معايا، سامعاني؟ ايوه ايوه مدام رانيا. اهلا سيادتك. ايوه مدام رانيا، اتفضل يا سيدنا. انا جوزها مدام رانيا. اشرح لنا بالظبط. ادي اشعاعات وتحاليل، اهي اشعاعات وتحاليل للمدام بتاعتي، و هي طبعا مصاريفها كتيره جدا جدا جدا، يعني مصاريف غسيل الكلى وتحاليل الفيروس، تحاليل السكر، ادويه الاستاذ الواد عرضها لك، قد ايه الادويه بتكاليف غاليه جدا، التكاليف بتاعت الادويه والحقن وكل حاجه واكلها وشربها غالي وكل حاجه. طبعا المعاش بتاعي بسيط جدا جدا جدا، اذكره ممكن اذكره لسعادتك، يعني انا مش هقول، انا هو ربنا ما بينسانيش، بس المعاش بسيط جدا جدا جدا، ان انا طالع اصابه، ان انا بقول لسعادتك انا مركب شريحه بتسع مسامير، انا كمان زاد علاجي، زاد تغيير النضاره كل 6 اشهر ليا، زاد هي بردك النضاره بتتغير، عندها بردك ضعف في الشبكه بتاعت عينيها، عندها هي بتكلى فيروس، شوشه في العظام، عينيها بردك ضعيفه، جلديه،
برشام حساسيه. سيادتك لو هتشوفي دلوقتي على المكان اللي عليه الادويه هسيادتك طبعا هتستغربي، المعقوله كل دي ادويه واحده بتاخدها وهو بياخدها؟ مش ممكن. سيادتك دلوقتي هنوريك الادويه بالظبط اللي هي بتاخدها يا فندم. كل حاجه هتشوفيها سيادتك دي، كل دي ادويه اهي. بص يا فندم، اقل حاجه 40 و50 جنيه و100 جنيه و120 و130. ادي يعني دي حقن، اربع اصناف حقن، يعني كل غسله بتاخدها غير حليل. ادي دواء وبرشام، وبتاخد انسولين وكل البرشام اللي سيادتك شايفاه. وادي ادويه اهي كل، وانا الاشعاعات عندي بتثبت ان انا مركب شريحه وتسع مسامير، معايا الملف بتاعي بتاع التامين الصحي، كل حاجه، وهي معاكي. يعني هي هتكلمك برضك على نفسيه وتشوف وشها ووسع دراعها ان احنا ما بنديرش. ولو ماما دم عني. ايوه ست نبيله، اتفضلي. بعمل تطمط في اليوم غسيل وتعبانه قوي، تعبت من الغسيل قوي. الو. ايوه معاكي ست نبيله، الف سلام عليك يا ماما، الف سلام عليك. وانا عارفه قد ايه غسيل الكلى مكلف جدا، وغير ربنا يديك الصحه والسلامه، خليك لينا يا رب. معذرين قد ايه تعبك؟ الاشعه بتاعت العمليه شريحه وتسع مسامير يا مدام رانيا بتاعتي. يا مدام رانيا. ايوه معاك يا استاذ ممدوح، اتفضل. بص يا فندم، الاشعه بتاعت رجلي شريحه وتسع مسامير اهي بتاعت انا. سيادتك شايفاها يا فندم؟ شايفاها معاك. ادي الاشعاعات اهي، ما يثبت ان انا العمليه بتاعت رجلي، ومعايا الاورنيك بتاع الشغل باسم ممدوح سعد حبيب، مستشفى سكه الحديد، اللي شركتني عشان مش عايزين نقول الدكتور كان ايه، اللي في السكه الحديد، واللي عاملها لي استشاري بعد واسطه. لسه العمليه دي ب 2009، وقعدت 3 سنين ما اخدش جنيه من السكه الحديد، جنيه، ورافع قضيه على الهيئه. لسه عندي جلسه يوم 8/11، ما خدتش 3 سنين، ما كنتش بلاقي الجنيه في جيبي. الجنيه يعلم ربنا. صدقيني يا مدام رانيا، ايام العيش ابو شيرين كنت بنزل اجيب بنص جنيه والطعميه والفول، وصدقيني مش هكذب عليكي، جه بعديها عيا مراتي، وكان والدي الله يرحمه ميت في 2011. كل ده انا شفته، يعني الحمد لله كان في ناس واقفه معايا وفي ناس مش واقفه معايا، تمام. واهو زي ما بوريكي كل اشاعاتي، كل دي اشاعاتي، وهي عندها الاشعاعات والتحاليل بتاعتها، غسيل الكلى، تمام، كل حاجه بتاعتنا موجوده. واللي سيادتك شايفاه اعمله لنا، اللي انت سيادتك شايفاه وفعل خير، اللي هم الناس اللي تبعت فعل خير، ارجوكم كل واحد شايفني انا ومراتي، انا بقول بقالي 20 سنه ربنا ما رضيش بخلفه، وربنا اداني اصابه وقعدت دلوقتي، والمدام عندها قد كده ادويه واشعاعات وتحاليل. كل شهر بنعمل تحاليل ب 965 جنيه، يعني 1035. لما اقف وابكي على باب مكان، بقف وابكي في مكان مش عاوزين نذكره، مكان فين؟ طبعا سيادتك فهمت يا استاذه رانيا. طبعا لما اقف وابكي واقول لهم بعد اذنكم، طب اجيب منين؟ ده حتى يعني الشهر اللي فات طلبوني ان انا اروح اعمل تحاليل للمدام في الوزاره، ورحت الوزاره في تاكسي رايح وتاكسي جاي، عشان هي ما بتقدرش تمشي عشان شاسع عظام وكده، وما بتقدرش تركب ميكروباصات والاوتوبيسات، تمام؟ طالبين 350 جنيه، وفي الاخر لما طلعت للمدير خفض لي، خلالي بقى 175، عمل لي تخفيض 50%. دي هي دي مصر.
هي دي مصر اللي احنا عايشين فيها صدقيني. يعلم ربنا لو جاي المستشفى استاذ ممدوح، لان حقيقي انا حاسه ان انت بتتكلم من جوه قلبك، ويمكن ذكرت من شويه بقول الناس اللي هيكونوا معانا شويه هيكلموا في كل امانه وكل صراحه وكل ما بداخلهم اللي مروا بيه في الوقت اللي فات والوقت الحاضر اللي هما بيمروا بيه. فانا طبعا يعني انا حاسه بيكم وحاطه نفسي مكانكم، وانا بناشد برضو كل الناس اللي سمعينا وكل الناس اللي سمعين اخونا ممدوح استاذ ممدوح ومدامته والست نبيله، مع كل وجع فيهم وكل ظروف صعبه بيمروا بيها وعدم دخل ليهم وحتى المعيشه. مدام رانيا اتفضل اتفضل معاك يا استاذ. بعد اذن سعادتك، معلش انا اسف وقطعك سعادتك، احنا ساكنين في الدور الخامس، لو مستشفى كوتشينر مش جنبينا كنت تقولي اعمل ايه؟ ثلاث غسلات في الاسبوع، تاكسي رايح وتاكسي جاي. الحمد لله انا بحمد ربنا ان غسيل الكلى بتاع مراتي في مستشفى كوتشينر في شبرا مصر، تمام، جنب البيت، جنب كنيسة الامانتونيوس، تمام. طبعا بتعوز فطار، بتعوز تشرب، لازم شاي بحليب، لازم اجيب لها اكل معين، يعني اكلها اكل معين. لحمه لازم تكون، لما اروح اشوف اللحمه، انا مع احترامي لابونا ابراهيم عبده لما بيحكي مره في قناه الطريق بيقول هو عند الجزار لا واحده بتطلب عظم، لا انا ما كنتش بجيب العظم يا مدام رانيا، انا كنت بجيب مكعبات دجاج ماجي وبطبخ عليها يا مدام رانيا. شوف وصلت لايه يا مدام رانيا في مصر، مكعبات دجاج ماجي لما كانت بباريزه كنت بجيبها وبغليها واغليها على البوتاجاز واعمل عليها ملوخيه باميه وهي كزي بتاعت الصعايده. شفت ايام مش حلوه يا مدام رانيا، والحمد لله بحمد ربنا بقول الحمد لله، وهي قاعده وهي بتقول كويس الحمد لله اللي بيجيبه ربنا، احنا موافقين تمام كويسين نشكر ربنا. هي مع سعادتك هتقول لك على كل حاجه. الو الو، معاك يا ست نبيله، اتفضلي يا حبيبتي معاكي. مدام رانيا اتفضلي يا ست نبيله. الو اتفضلي. مدام رانيا انا تعبت خالص، تعبان من غسيل هالدني. الو معاكي، سامعاكي ست نبيله وكل الناس سامعينك دلوقتي معانا. تعبت عدني خلاص، العظم جاني هشاش في العظم، مش قادرة امشي ولا اعمل. كلنا قلنا معاكي صلواتك. امين يا حبيبتي، صلوات القديسين، ودايما حاطينك في عرش النعم ست نبيله، واكيد كل الاحبه وكل الناس اللي حابين النهارده يكونوا بيشاركوا هذه الحمد الاسره. الحمد لله ربنا بيشاركوا هذه الاسره العظيمه. ان نشكر ربنا، ازاي ربنا هو اللي راضي يجيبه هو اللي راضي يشيله عني يا رب. نشكر ربنا هو اللي دخل. بص يا مدام رانيا اهو لسه ايه النهارده يا مدام رانيا جايه من غسيل الكلى. يا مدام رانيا في شهر رمضان بننزل الساعه 2 بالليل، الساعه 2 بالليل في شهر رمضان. عشان كنا بنغسل او اربع سنين، تمام. بننزل، بص منظر ايديها، منظر ايديها ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني منظر ايديها ووشها الحمد لله. نشكر ربنا. الو ربنا معاك يا ست نبيله، طبعا الف سلام عليكي، قد ايه كلنا مقدرين الحاله بتاعتك. الله يسلمك، ربنا يخليك لينا. ربنا يخليكي حبيبتي ويخلينا كلنا لبعض. في الحقيقه كنت بتكلم من شويه ازاي نكون مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على اضافه الغرباء، ازاي نكون كلنا في شركه وحبا لبعضنا البعض ونقدم بعضنا البعض كرامة، زي نقدم كل حب الله صنعه في داخلنا يترجم على طول الحياة العملية لكل الناس اللي سامعينا دلوقتي وشايفة حالة الست نبيلة.
موقفك ايه دلوقتي؟ مسؤوليتك ايه معانا في برنامج يا رب ارحم تجاه الست نبيله؟ مع الادويه كلها اللي بتاخدها، مع غسيل الكلى اللي 3 مرات في الاسبوع، ويمكن لما استاذ ممدوح فعلا ذكر على التامل اللي كان بيتكلم معانا ابونا الغالي ابراهيم عبده، وقال كده فعلا ان الناس بتجيب العظم عشان تقدر تكون بتغليه وبتعمل عليه شويه ملوخيه، شويه حاجات ماكولات خضار، لكن ذكر كده بيقول حتى يعني مفيش حتى العظم عشان يقدر يشتري، لكن كان بيعمل بمرقه الدجاج. ويمكن حاجه كلنا نتاثر بيها لما نسمع حاجه زي كده، ان في ناس فعلا مش لاقيين ان هم يكونوا بياكلوا اكلات يمكن يكون نفسهم فيها مش لاقيين. لو كل واحد حط نفسه مكان الست نبيلة والأستاذ ممدوح، أعتقد إن كان لازم يكلمنا، كان لازم يطلع مع إخواتهم، يطلعوا يتكلموا بالتعب اللي جواهم، ده غير كمان المرض، تعب نفسي زائد مرض جسماني، يعني الاتنين مع بعض، تخيلوا بقى النفسية دي. لكن أنا بشجعكم النهاردة، بشجعك يا ست نبيلة، استحملتي في الماضي كثير والكثير، لكن باسم المسيح ربنا يعوضك عن كل ألم وكل تعب انت مريتي بيه المرة اللي فاتت والأيام اللي فاتت والسنين اللي فاتت مع زوجك الأستاذ ممدوح. لكن أنا بناشي كل إخواتنا دلوقتي، تليفونات موجودة، ولو عندك أي حاجة عايز تكون بتقدمها للست نبيلة اتصل بينا من خلال SMS 93 14 93 14. تقدروا تكونوا بتبعتوا لنا رسائل، لو حابين حضراتكم تحبوا تكونوا بتدعموا الأسرة دي معانا في برنامج يا رب ارحم، لو حابين تساعدوهم اتصلوا بينا في تليفونات مصر متاحة على الشاشة أو تليفونات القناة هنا في أمريكا. لكل إخواتنا في كل مكان في العالم كله، مش بناشد مدينة معينة أو محافظة معينة أو قارة معينة أو دولة معينة، لكن أنا بناشد الكل، وبناشد كل أحبائنا وكل اللي بيحبوا برنامج يا رب ارحم، وبناشد كل الناس في كل مكان، كل اللي حاطين قلبهم في قلب خدمة برنامج يا رب ارحم، وكل واحد عايز يكون يسبق عن التاني إن هو يكون بيقدم حتى لو القليل اللي معاك، تقدر تقول كده أنا عايز أكون سند ليهم، عايز أكون سبب بركة ليهم في الوقت اللي جاي، تقدر تقول كده فم مليان، تقدر تقول كده بصوت عالي إن أنا عايز أكون برعيهم، وعايز أكون واقف جنبهم، وعايز أكون سبب بركة، باخد بركة وهي بركة العطاء، بركة العطاء، بركة سر البركة الحقيقية هو في العطاء، العطاء الحقيقي من قلبك وليس مضطر عن حزن أو ضيق بتقدم، لكن الفرحة الحقيقية. هنكمل مع بعض مع أستاذ ممدوح وست نبيلة باسم المسيح. صلوا في قلوبكم كده اللي احنا نكون بنسمع أخبار كويسة. أستاذ ممدوح قولي غسيل الكلى بيكلف كام مع ست نبيلة؟ وانت قلت لي 3 ايام في الاسبوع، مظبوط؟ في المستشفيات الخاصة بيتكلف 550 جنيه 2013 يا مدام رانيا، المدام يوم العيد 2007 2013 وقعد مني من البيت وديتها مستشفى الشبرا العام، بعد كده الدمرداش، بعد كده فتح في سويتها، تمام؟ فعل خير، دخلنا مستشفى خاصة، وكانوا كل الدكاتره بيقولوا ميته ميته، ولولا ان انا دهنتها بزيت بتاع ابو السيفين على السوى بتاعتها، تمام؟ والحمد لله فعل خير اللي دفع زياده عن 47,000 جنيه، وكان موافق ان يعمل العمليه،
تمام. وممكن بص يا فندم، ادي النهارده بقول لسعادتك ان النهارده هي غسله، النهارده داخله يعني يوم الاحد كانت 80 طالعه 78، نفس الوزن النهارده اهو، ادي الحد والتلات تمام. بالتاريخ يا فندم قدام سعادتك الكراسه اهي، قدام سعادتك التاريخ اهو، تمام شايفينه معاك يا استاذ ممدوح، شايفينه غير بقى الاشعاعات والتحاليل. يعني انا محترم، انا ما يهمنيش نفسي، انا المدام بس، اهم ان هي يعني هي اللي بتعمل لي لقمه، هي اللي بتغسل لي زي ما انت شايفه سيادتك، لان انا وزني تقيل مش خفيف. وطبعا هي ما بتقدرش تنزل تجيب حاجه، انا اللي بنزل اروح اجيب الحاجه واطلع، هي كفايه عليها ان هي بتعمل حاجه بالعافيه، يعني بالعافيه ايه، هي تقول لي سعادتك معاكي ونوريكي كل الاوراق اللي معانا، احنا ربنا شاهد علينا احنا بنمشي ماشيين ازاي في ايجار البيت، الميه، النور، الحمد لله، يعني اللي بيجيبه ربنا وبركه للناس اللي بتبعتها ماشيين والحمد لله. بس طبعا في اوقات مفيش فلوس، مبقاش في جيبي 5 جنيه، يعني لما تتعب الساعه 2 بالليل و3 بالليل، وطبعا انت عارف المستشفيات الحكوميه عشان اوديها في تاكس وارجعها في تاكس بيكلف، يعني على طول، يعني مفيش كل 15 يوم اللي موديها للاستقبال، يعني يجي لها اغماء، سكر، الضغط يقل عليها، ضغط يوطى شويه، وكتر البرشام اللي هي بتبلعه والحقن اللي هي بتاخدها. سيادتك لو شفت منظر العلاج، يعني هي من كتر العلاج بتقولي لا انا كفايه عليها كده بقى، كفايه بقى، وساعات بتقعد يعني ساعات بتقول لا كده يا ربنا بقى، يعني استغفر الله العظيم يا رب، يا خلاص مش قادر اقول لك. هي تتكلم مع سعادتك. الو يا ست نبيله. ايوه مطمئني. عندك ايمان وثقه، عندك ايمان وثقه ان الرب هيكون بيشفيك النهارده يا ست نبيله، ان شاء الله هيبعت، عايز ان شاء الله هيبعت ناس يقفوا معاكي ويحبوكي، والمحبه اللي ملهاش حدود هتظهر في الوقت دوت من كل احبائنا وابطال قناه الطريق برنامج. يا رب ارحم منادى، نكون بنوصل كل حب لست نبيله وجوزها الاستاذ ممدوح. يمكن سمعنا من كل القلب وكل صراحه ومن الواقع ومن واقع الحياه ومن قلب البيت ست نبيله والاستاذ ممدوح، وكلموا بكل المشاكل اللي بيمروا بيها، سواء مشاكل نفسيا او مشاكل ماديا او مشاكل في صحتهم، كل دوت محتاج رعايه ومحتاجه ايد ربنا ومعونه ربنا، والمعونه دي هتيجي من ابطال المسيح، هتيجي من كل واحد فينا. لو حطيت مكانك مكان ست نبيله واستاذ ممدوح، اكيد 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 كنت هتكلمنا وهتكون محتاج ايد اخواتك تقف معاك. من فضلكم بترجاكم مره تاني، اللي حابب يكون بيبعت رساله معانا على الاس ام اس 93 14، او حابب تكون بتتصل بينا تليفونات القناه، اتصل بينا، كل الارقام متاحه قدام حضراتكم، مفيش عذر. حتى لو لقيت التليفون مشغول ارجع واتصل بينا تاني، لو لقيت محدش بيرد اتصل تاني، لغاية لما تكون بتتواصل معانا بالحب العظيم. وبناشد كل مكان في العالم كله، مش بناشد شخص واحد باسمه أو شخصية واحدة باسمها، لكن أنا بناشد كل الناس تقف مع الأسرة دي. فأنت بترحم إنسان، ترحم أسرة من كل تعب بيمر بيه. وتأكد لما تكون بتزرع الرحمة الحقيقية في الأسرة دي، تأكد تماما إن هيجي في يوم من الأيام هيكون الرب بيرحمك، بيبعت لك اللي يقدر يكون واقف معاك في كل دقيقة. احنا بنصلي ما يكونش في اي ضيقات على اي حد، لكن ايام حياتنا ويمكن العالم اللي عايشين فيه كل يوم بنقابل فيه ضيقات، كل يوم كل يوم كل يوم، اسر
يمكن بتموت من الجوع، أسر بتموت من ذل المرض، أسر بتموت من عدم الرعاية والعناية بيهم، أسر بتموت من البرد، أسر بتموت من عدم المقدرة اللي هما يكونوا بيعيشوا كويس. يمكن بيتقدموا الحاجات تانية، لكن أنا بشكر ربنا النهاردة إن كل واحد بيكون بيقدم، كل واحد يكون بيزرع. تأكد إنك تكون بتحيي نفس وبتحيي أسرة من هذا الموت. أنا بناشد معاكم وأنا بقول لك يا ست نبيلة تشجعي وتقوي في الرب وخليكي صامدة وصبرة، وربنا أكيد هيكون بيشفيكي. وهنصلي مع بعض دلوقتي، هنسمع ترنيمة مع بعض، هناخد بالفاصل الصغير ده، بعد كده هرجع أنصلي مع بعض. وإنتي عندك إيمان وثقة تقولي يا رب أنا عايزة شفاء النهاردة، عايزة شفاء، أنا مش عايزة أكون تحت ظل المرض، المرض اللعين اللي ممكن يكون بيذل الإنسان ويكون بيدمره، لكن باسم المسيح رعاية وعناية بيك يا رب النهاردة، بدمك يا رب تقدر، بدمك أتشفي، أتشفي النهاردة باسم المسيح. تعالوا مع بعض مع الفاصل مع الأستاذ ممدوح والست نبيلة، هيسمعوا معنا الترنيمة اللي جاية، ولينا إيمان وثقة. ومع الفاصل اللي جاي من فضلك ارفع سماعة التليفون، ما تأجلش عمل الخير والرحمة للأسرة دي لبكرة، أو تقعد تفكر ثواني، أو تقعد تفكر دقايق أو ساعات أو أيام عشان تكون بتقدم، لكن من فضلك اتصل بينا وازرع البركة اللي ربنا عايز يقول لك عليها، وما تكسلش في عمل الخير والرحمة من فضلك. هناخد الفاصل اللي جاي، مع الفاصل أكيد أكيد يا رب نكون بنسمع أخبار كويسة من الكنترول روم لحالة الست نبيلة، وأرجع لكم مرة تانية انتظروني نسمع الترنيمة دي مع هذه الأسرة المباركة. Thank you.
رجعنا لكم مرة تاني بعد ما سمعنا هذه الترنيمة العظيمة. يا رب طلبي أشوف المجد يا رب، حتى لو آخر باب اتسد قدامي، لكن أنا واثقة إن هكون بشوف المجد. يا رب أنت اللي تشفي أجسادنا وتشفي نفسيتنا وتشفي كل حاجة فينا يا رب. يا رب اشفينا يا رب. بنطلب شفاء النهاردة للست نبيلة. يا رب متحدين الآن يا رب قدامك يا رب، بإنك تكون بترسل الشفاء، بترسل الشفاء للست نبيلة والأستاذ ممدوح، وتداوي يا رب كل جرح في قلوبهم وكل عدم أمان وعدم سلام في قلوبهم يا رب، وتديهم الأمان والسلام الكامل فيك أنت يا رب. الآن يا رب بدفع قوة شفاء يا رب الآن لحياة ست نبيلة يا رب. الآن يا رب ما يكونش فيه غسيل كلى اني مور، ما يكونش يا رب فيه اي حاجه في جسدها، ما يكونش فيه يا رب مرض نفسي نفسيتها يا رب باسم المسيح. يا رب ما يكونش فيه اي ادويه في الوقت الجاي يا رب، ارعاها انت يا رب، ونسمع يا رب اخبار جميله بتمجدك انت يا رب، والمجد كله بيرجع لك يا رب. حقيقي محتاجين نشوف ايدك، محتاجين نشوف ايدك يا رب القديره اللي من غيرها يا رب ما نقدرش. ما نقدرش نعيش، ما نقدرش يا رب نكون في سلام. اشفي كل نفسية يا رب متحطمة دلوقتي، اشفي يا رب، اشفي يا رب. لو كل بيبان الدنيا كلها تسدد، متأكدين ان في باب كبير قوي واسع جدا يا رب اسمه باب الرحمة. يا رب بدفع قوة الآن يا رب للأسرة المباركة يا رب، أخونا ممدوح وست نبيلة يا رب، بدفع القوة يا رب إنك تسدد أنت احتياجاتهم. بدفع يا رب كل بركة روحية وكل بركة مادية على حياتهم الآن. شفاء يا رب للجسد، شفاء أيضا للروح، شفاء أيضا للنفس باسم المسيح. يا رب أنا بحط كل حد محتاج دلوقتي قدام الشاشة، محتاج أشياء معينة يا رب وطلبات معينة قدامك، تقدر يا رب تطمنه، وتقدر في ثواني تكون بتروح له وطيب قلبه وتكرمه وتديله أضعاف أضعاف البركات اللي انت عايز تكون بتحطها في حياته في الوقت الجاي. تديله يا رب كل شيء لأنك إله رحيم وإله حنين جدا على أولادك. يا رب بدفع، بدافع كل حب، بدفع قوة روحية من السماويات الآن على هذه الأسرة، بركة خاصة يا رب يستمتعوا بيها في الوقت الجاي باسم المسيح آمين. واثقين إن يسوع حي بيسمع ويستجيب، واثقين إن في ناس هتتحرك دلوقتي، واثقين إن يسوع هيكون بيحرك المية، واثقين ان يسوع حي ولا يعثر عليه اي امر. بكلمه واحده منه يقدر يكون بينقل الجبال، زي ما جبل نقل بكلمه واحده،
لقى الجبل المقطم يقدر يكون بينقل النهارده وبيشيل كل جبال واثقال على حياتنا، يقدر يكون بينقل بيشيل كل جبل، كل جبل تقيل على اكتافنا ومش قادرين نشيله لوحدنا، يقدر يسوع بكلمته يقدر يكون بيشيله. عايزين نكون بنساعد الست نبيله، عايزين نكون من خلال صلاتنا ان ربنا يكون بيستجيب في الوقت الجاي وشفاء يغمرها وايدين ممدوده تتمدلها وحب عظيم بيتواجد معاهم الفتره الجايه. بشكرك جدا استاذ ممدوح ست نبيله وجودكم معانا، ويا رب يا رب نكون نسمع اخبار كويسه مع اخواتنا وشركائنا في الخدمه في برنامج يا رب ارحم، علشان نقدر نكون بنديكم تليفون حلو ونجيلكم ونزوركم مره تانية ونمجد اسم يسوع باسم المسيح. الرب صالح الى الابد رحمته، هنقدر نكون بنكمل مع بعض المشوار اللي ربنا ابتداه معانا ببرنامج يا رب ارحم، وهنقدر نكون بنكمل في محبه المسيح. تقدر تكون كده وتعلي صوتك معانا وتقول انا عايز اكون مساند ومساهم في هذه الخدمه مع كل حبايبنا اللي قدموا قبل كده ولسه هيكونوا بيقدموا وما زالوا غير حتى ما يفكروا هيكونوا بيزرعوا في ملكوت الله اللي كلنا عايزين نكون بنبنيه مع بعضنا. بشكرك جدا يا ست نبيله وجودك معانا مره تانية. انا مش عارفه لسه معانا ولا خرجوا من الهوا معانا. طيب كلمه اخيره يا استاذ ممدوح، كلمه اخيره من فضلك انت وست نبيله نختم معاكم بيها. تحبوا تقولوا ايه لكل حد دلوقتي بيتابعنا وبيشاهدنا من خلال برنامج يا رب ارحم؟ كل القلوب الرحيمه وكل القلوب الجميله اللي عايزه تكون فعلا بتقدم، تحبوا تقولوا لهم ايه؟ كل قلوب كمان حجريه لسه بتفكر ان هي تكون بتقدم، تقولوا لهم ايه؟ يا رب نكون بنسمع اخبار. ايوه مدام رانيا الوقت الجاي استاذ ممدوح، تحب كلمه تحب تنشد؟ شكرا جدا جدا على البركه اللي انت بعتها لنا، وانا بقول لفعل خير اللي شايفني وعارف حالتي وحالة المدام، ان انا بقول سكر وضغط وقلب وسمنة على القلب وكده، وغير الشريحة وتسع مسامير في ليا غير المدام، كل اللي شايفاها غسيل كلى فايروس شبكة عينيها رجليها لحتى من دول بعد اذن اخلاق موضوع رجليها حساسية جلدية، كل اللي انت سيادتك فيها غير الادويه كل ده صدقيني انا يعلم ربنا فيه. اوقات انا ما بنامش، اوقات ما بنامش، اوقات انا ما بشوفش النوم ولا هي، يعني لما تقع مني الساعه 2 بالليل 3 بالليل ووديها مستشفى وكوتشين تقول لك لا روح الساحل تمام. يعني ارجو كل واحد فعل خير، كل واحد شايفني وشايف المدام يعني مش عارف اقول له كتر خيرك وكتر خير، ونشكر الاستاذ يوسف وكل الناس اللي هتبعت اي حاجه للبركه دي، يعني احنا مش هناخدها، احنا هناخدها ناكل منها ونشرب منها ونتعالج منها. زي ما بقول لك مصاريف العلاج غاليه جدا جدا جدا، كشوفات بره مش ممكن من 200 ل 150 جنيه غير التاكسي رايح جاي غير التحاليل غير الاشعاعات، يعني بتكلف تكاليف مش ممكن. صدقيني يا مدام رانيا بقول لك انا ما بنامش ولا انا ولا هي ما بنامش، وهي هتقول لك متشكرين يا مدام رانيا على الامان البركه اللي انت بعتها لنا، ميرسي جدا جدا جدا. هي معاك ايه؟ الو الو اتفضلي يا ست نبيله معاكي حبيبتي سامعينك. تمام شكرا على البركه، ربنا يخليك لينا لبركه المسيح. حبيبتي لا داعي للشكر، يعني انا مش محتاجه ان انت تكونوا بتشكروا على المسيح اللي بيبعتها، انا مش محتاجه شكر الحمد لله، لكن نشكر الرب. عايزين كلنا نكون بنشكر ربنا النهارده، بنشكر ربنا على الزرعه اللي هتكون بتتزرع في حياتكم الوقت الجاي باسم المسيح، بنشكر عليها ربنا مقدما.
عايزين نكون بنشكر دايما ربنا مقدما، حتى لو احنا مش شايفينها قدامنا، لكن عايزين نكون بنشكرها، لان الايمان اللي جوانا نقدر نقول كده بنشكرك يا رب. الايمان اللي جوانا يقدر يكون بيحرك الميه في الوقت الجاي مع كل احبائنا. فعايزين نكون بنشكر ربنا من غير حتى لو مش شايفين حاجه قدامنا. لو الدنيا كلها غيمه لكن في مطر جاي، لو الدنيا كلها ضباب وغيام لكن في مطر، هنكون بنستقبل الوقت الجاي. تعالوا نستقبل مع بعض المطر اللي جاي. ست نبيلة، عندنا ايمان وثقة ان يسوع يقدر يكون بيحرك المية المركونة اللي بقالها سنين. هيجي ملاك ويحرك عشان يقدر يكون بيروي ناس تانية باسم المسيح، وناس تتشفي. الراجل اللي كان قاعد عند البركة 38 سنة ما بيتحركش، لكن كان منتظر ايد ربنا تبعت الملاك وتحرك المية. عايزين ننتظر النهاردة بالمحبة الجميلة اللي هتكون بتتقدم لست نبيلة والأسرة دي، عشان نكون بنباركهم الوقت الجاي ونقول لهم انتوا مش لوحدكم، لكن بكل وجود الأحبة اللي قلوبهم جميلة وقلوبهم رحيمة معنا في هذا البرنامج، هنكون بنزوركم مرة تانية وثالثة وباسم المسيح. أنا عندي ثقة وإيمان ان احنا هنكون الوقت اللي جاي مبسوطين مع بعض أكتر، وفرحانين بإيد ربنا اللي احنا كلنا بنشتغل مع بعضينا عشان نكون بنفرح إخواتنا. إيد ربنا القديرة القوية اللي مش إيديا ولا إيديك، دي إيد ربنا هي اللي بتحرك. ربنا بس بيستخدمنا احنا كأدوات الله بيحركها عشان نكون سبب بركة وقوة لناس مفتقدين القوة في حياتهم في الوقت اللي فات. فما فيش داعي للشكر مرة تانية. اشكر ربنا، اشكر ربنا في الوقت اللي جاي على كل أمر صالح هو هيكون بيعمله معاكم باسم المسيح. ونسمع كل أخبار حلوة وشفاء باسم المسيح على حياتك يا ست نبيلة، ومع كل إخواتنا اللي تعبانين في كل مكان وعندهم أمراض صعبة جدا. الله يشفيهم ويقدر ربنا يكون بيحرك المية لحياتهم. يمكن ربنا عايزك تكون تهدى شوية قدامه، انت مش عارف قصد ربنا ايه من التعب او المرض اللي جاي لك. ناس تقول ممكن المرض يكون من ابليس لعنة، وممكن يكون تجربة صعبة. يمكن الله بيحطنا في وسط تجارب صعبة. شوف مدى صبرنا، مدى ايماننا اكتر وتمسكنا بيه اكتر. في كل الاحوال لازم نكون بنشكر ربنا على المرة قبل الحلوة اللي في حياتنا، على الحاجة القوية قوي اللي ربنا بيعملها والحاجة الضعيفة قوي اللي ربنا بيعملها. بنشكره في كل الأحوال لأن إيد ربنا سخية ورحيمة، وهتيجي في يوم من الأيام هتكون بس عايزين ننادي عليه ونقول يا رب ارحم، يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا. بشكرك جدا لوجودك معانا يا ست النبيلة مرة تانية. انتي أستاذ ممدوح، وصلوا في قلوبكم ان احنا نكون بنسمع اخبار كويسة في الوقت الجاي، ونيجي للزيارة التانية معاكم، ونستقبل كل حب من اخواتنا ونرسله ليكم. عاملين زي البوستة اللي بتاخد وبترسل، بتاخد وبترسل. الله بيكرمنا عشان نقدر نكون بنكرم الناس، الله بيكرم الخدمة عشان نقدر نكون بنكرم الناس. وعايزة اقول لكم ان الفيض الكبير دوت للناس اللي فعلا بتحب ربنا وعايزة تكون بتخدمه. فاحنا بس مجرد عاملين زي البوستة اللي ربنا بيحركنا عشان نكون توصيل، زي البوستة اوقات يقولوا لك ان هي ممكن تكون بترسل اخبار سيئة واخبار وحشة، وممكن كمان البوستة بترسل لك اخبار سعيدة ومفرحة. احنا عايزين النهاردة من البوستة بتاعتنا نرسل الاخبار الجميلة والمفرحة اللي تفرح قلوب كل الناس اللي متابعينا والناس المحتاجين في برنامج رب ارحم. عايزين البوستة بتاعتنا دايما كلها فرح، يكون جوه البوستة بتاعتنا كلها امتداد للسعادة وامتداد للفرح لكل الأحبة اللي موجودين معنا وفي ذو احتياجات خاصة. ويمكن ذكرت لحضراتكم قبل كده برنامج رب ارحم أول هدف معاه اللي احنا بنساعد الناس اللي عندهم فعلا أمراض ومحتاجين رعاية وعناية وإيدين ربنا القديرة عشان تسندهم. والناس اللي يمكن مفتقدين الشغل أشغال ومحتاجين مساعدة ربنا، ممكن يكون ربنا بيبعت لهم شغل من خلال برنامج رب ارحم.
وحصلت قبل كده كتير قوي في هذا البرنامج، وسمعنا اخبار مفرحه الناس اشتغلت من خلال هذا البرنامج. انا بشكر ربنا من اجل كل الناس اللي بتمد ايديها معانا، والناس اللي فعلا يمكن فقدوا، يعني سيده ارمله فقدت جوزها فمش لاقي حد يكون بيعولها، فبيطلعوا معايا بيقدروا يكونوا بيتكلموا عن حالتهم نقدر نكون بنساعدهم. عايزه اقول برنامج يا رب ارحم دايما معاكم في الامرجنسي وفي الطوارئ، لكل الحالات الطوارئ، يمكن دي الاولويه عندنا اكتر من اي حاجه تانية. في ناس كتير قوي فاقده حاجات تنام عليها وعفش وحاجات كتير قوي ربنا بيديهم، وبشكر ربنا مره تانية على كل الناس اللي بتقدم اساس وعفش عشان نقدر نكون بنرسله لناس محتاجه في الوقت اللي جاي، والناس اللي قدمت وفعلا حقيقي ارسلناه. انا بشكر ربنا من اجل كل ايد سخيه معطاء في هذا البرنامج. بعتذر مره تاني، في ناس بيكلموني على الهواء مش هقدر اكون برد عليهم. عندكم تليفونات القناه ممكن تكونوا بتكلمونا على تليفونات القناه من خلال تليفونات مصر، الفريق العلاقات العامه هيكون بيرد على حضراتكم لو عندكم اي استفسار. انا اسفه جدا مره تاني، لكن بعد ما شفنا حالة عم أستاذ ممدوح والست نبيلة عايزين نروح بسرعة نشوف حالة عم رأفت، نشوف حالة عم رأفت. أتمنى من كل قلبي نتجاوب مع الحالة اللي جاية دي. احنا يا جماعة ما بنضيعش وقت في البرنامج وخلاص، لكن كل حد يقدر يكون بيقدم حاجة وفي استطاعته يقدم حاجة من فضلك اعملها وكملها زي ما الرب يقول لك لازم تكون بتعمل. تعالوا مع بعض نخرج بالفاصل اللي جاي ده مع التقرير مع عم رأفت بحالته، وارجع لكم مرة تانية. انتظروني ما تروحوش في اي حتة، راجع لكم اوان اوان. قناة الطريق برنامج يا رب ارحم كده ليسون. احنا النهاردة موجودين في اسيوط في منزل عم رأفت. عم رأفت كان اتصل بينا وجينا له هنا أسيوط وعايزين نشوف ايه طلباته مع بعضنا. طبعا هنسأله، احنا شايفينه طبعا هو قاعد على السرير. عم رأفت اهلا بيك على شاشة قناة الطريق برنامج يا رب ارحم. كنت واثق ان احنا نجي لك هنا أسيوط يا عم رأفت. عندك ايمان يعني؟ عندي ايمان. طب عايزين نعرف ايه المشكلة، ايه مشكلتك؟ انت قلت لي قبل التسجيل ان انت عامل عمليه في عينك. عامل عمليه في عيني من حوالي 7 سنين وما بشوفش بيها خالص، عيني اليمين. والحادثه اللي في رجلك من حوالي 2 3 سنين كده، عملت حادثه في رجلي اليمين برضو، ركبت فيها 4 مسامير و4 شرايح. وشغل ما بشتغلش يعني خالص، ما فيش اي دخل غير 300 جنيه بتوع الشغل المساعد دول. طب دفع منهم ميه ونور ووصف بيها الكلام ده، بس معايا 4 عيال في المدارس برضه. الظروف تعبانه يعني وعلى الاخر. ايه اللي تطلبه يا عم رأفت من ابطال قناه الطريق؟ ايه اللي تطلبه؟ والله في كذا واحد اتجدد من البيت والظروف ما تسمحش ان انا يعني اجيب لها الجهاز بتاعها خالص. انت طالب يعني. انت طالب جهازها يعني تجهزها. ما عندكش امكانيات انك انت تجهز خالص يعني، ما بجيبلهاش طلبات ولا زي مثلا ثلاجه، غساله، بوتاجاز، الحاجات الرفايع والحاجات دي. واثق في المسيح ان هو هيبعت لك الحاجات اللي انت طالبها دي كلها، في ايمان يعني الحاجه دي كلها هتجي لك. امين يا عم رأفت. عم رأفت خليني اديك البركه ديت من ايد المسيح. واحنا واثقين وعندنا ايمان ان احنا هنجي لك للمره الثانيه ونفرح قلبك وهنقول لك ان جايبين لك معانا جهاز بنت حضرتك، وهنيجي وهنشوف الفرحه على عينيك باينه، وهنقول لك احنا مش هنسيبك ولا قناه الطريق هتسيبك ولا ابطال قناه الطريق برنامج يا رب ارحم هيسيبوك وكلهم هيكونوا معاك. كلمه اخيره تحب تقول ايه دلوقتي لكل اللي شايفينك؟ تقول لهم ايه دلوقتي؟ يعني شايف يعني تقول له يعني حلمك ايه قدام المسيح، تقول له ايه اللي انت عايزه؟ اللي انا عايزه يعني حلم ان انا اجهز بنتي وابص الاقي مستوره يعني
جاهزة هذه الطلبات. أمين عمر فات. شكرا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا التقرير عن حالة عم رأفت. عم رأفت زي ما حضراتكم سمعتوا هو محتاج يكون بيجهز بنته. الراجل على قد حاله وطلع معانا عشان يناشد وبصوت عالي بيناشد كل واحد فينا لو في مقدرة اللي انت تكون بتقدم ولو جهاز من جهاز بنته، لان اي حد حابب يكون بيرتبط بواحدة لازم هما الاتنين يكونوا بيشيلوا مع بعض. ما ينفعش ان واحد يكون عليه الشيلة كلها والتاني حتى لو في مقدرته او ما فيش مقدرة معاه لازم يكون بيشيل. ويمكن الراجل صرخ معانا وكلم وقال بصراحة انا ما عنديش مقدرة عشان اكون بجهز بنتي، لكن انا بناشد كل واحد دلوقتي. لو تقدر تكون بتشتري غسالة اتصل وقول، ولا سيما اخواتنا اللي موجودين في اسيوط، اخواتنا اللي موجودين في المنيا، لو انت حابب تكون بتقدم عشان نكون بنزوره ونقدم له التقدمة او البركة اللي ربنا يبعتها عشان يقدر يكون بيساهم في الجهاز بتاع بنته اللي اي واحد فينا عايز يكون بيسطر بناته. وعايز اقول سطرة البنات دي بركة، سطرة البنات دي حقيقي بتبقى فرحة كبيرة ان احنا نكون بنسطر بناتنا، وبالذات في الوقت الصعب اللي احنا بنمر فيه دلوقتي في بلادنا. مش عايزين يكونوا بيتعرضوا لاي مشاكل، لكن سطرة البنات انا بشكر ربنا، لان انا الوقت اللي فات فرحنا بايد ربنا اللي بعتت جهاز لبنوته جميله قوي. فرحت يمكن حضراتكم لو بتتابعوا برنامج يا رب ارحم كل اسبوع معانا وحلقه بعد حلقه وكل وقت ورا وقت قد ايه بنتبسط بايد ربنا والجهاز الكامل، ثلاجه وبوتاجاز وغساله اللي ربنا بعتهم. وحتى باباه ما كانش مصدق، لكن ايد ربنا اللي دايما بتعمل معجزات، ايد ربنا اللي بتصنع معجزات، ايد ربنا اللي بتبارك ناس محتاجه حقيقي تكون بتتبارك في الوقت الجاي. انا بناشد باسم المسيح، لو عندك مقدره تكون بتقدم ولو جزء صغير تقدر تكون بتساهم في جهاز بنت عم رأفت اعمل كده. عايزين نسطر بناتنا، ولما بقول نسطر بناتنا يعني حلمي ان انا اشوف كل البنات مسطوره وكل البنات داخله مرتاحه في بيوتها مترسقه، وكل واحد محتاج الفرحه يشوف الفرحه الجميله دي والزغاريط والفرحه اللي بتبقى مليانه بكل بهجه في كل بيت محتاج انه يفرح. صعب لما يكون حد بيتقدم لبناتنا واحنا ما عندناش مقدره اللي احنا نكون بنقدم له حاجه فيقول خلاص بقى مفيش داعي للجواز حتى لو كان شاريها. بس لازم برضو اسره البنت او الشابه اللي عايزه تكون بتتجوز لازم تكون بتقدم جهاز. الايد لوحدها ما تسقفش، استحاله استحاله تكون حاجه حد لوحده يقدر يعمل كل حاجه، وبالذات ان البيت بيبقى فيه التزامات كثيره قوي وامور كثيره قوي، وانا عارفه ان الاسعار دلوقتي غليت قوي 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 في مصر. لكن تقدر بمحبتك الكبيره تقدر تكون بتقدم. في الحقيقه جات لنا طلبه صلاه، طلبه صلاه من للاخ راشد وزوجته انصاف واولادهم. بشكر ربنا من اجل التقدمه اللي قدموها لاستاذ ممدوح. بشكركم جدا 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 لمحبتكم الكبيره من يد رب واعطيناه. بشكر ربنا من اجلكم لانكم فعلا قدمتوا كل حب للاسره دي، وهتشوفوا الوقت الجاي واحنا بنفرح معاهم واحنا رايحين لهم. تعالوا مع بعض نصلي من اجل الاخ راشد، اخ راشد وزوجته انصاف واولادهم. يا رب باسم المسيح يا رب بدفع يا رب قوة الصلاة الآن يا رب لأخونا راشد وزوجته لأجل محبتهم الكبيرة للبرنامج يا رب ارحم، محبتهم لإخواتهم من أجل كل محبة يا رب قدمت. يا رب هم طالبين صلاة، طالبين صلاة، لكن أنا ما أعرفش هم طالبين إيه بالظبط في الصلاة، لكن أنت
تعلم كل شيء لأنك فاحص القلوب ومختبر الكل. يا رب بدفع الآن يا رب كل طلبة صلاة تكون مستجابة الآن يا رب قدامك. يا رب أنت تعلم. باسم المسيح باركهم وبارك أولادهم. بارك الأخ راشد ومدامته أنصاف وأولادهم. اكرمهم يا رب، اكرمهم في الوقت الجاي، اكرمهم كرم غير عادي في حياتهم، وديهم من حبك العظيم أكتر وأكتر. أنت يا رب سمحت إن هم يكونوا بيباركوا، يا رب قدم ليهم بركات العظيمة من السماء على حياتهم في الوقت الجاي باسم المسيح. أنا بناشد الآن باسمك القدوس يا رب إنك يا رب تكون بتوسع تخومهم وتعطيهم أكثر ممن يطلبوا أو يفتكروا بحسب غناك أنت في المجد باسم المسيح. آمين. بشكر كل حد بيكون بيتصل بينا ببرنامج يا رب ارحم. عايزين كمان نكون ما ننساش عم رأفت مع الحالة بتاعته، عايز يكون بيسطر بنته. في الحقيقة جات لي استغاثة من شابة موجودة هنا في كاليفورنيا واتصلت بينا وقالت محتاجة أكون بعلي صوتي وأصرخ في برنامج يا رب ارحم وأصرخ على قناتكم المحترمة قناة الطريق. خير في إيه؟ قالت لنا في مشكلة كبيرة قوي يمكن بتحدث مع شباب كتير بالذات من بلد اسمها أبنوب، ولو حضراتكم تعرفوا عنها هي قريب شوية من أسيوط وديروت، اسمها أبنوب. الشباب هناك في الحقيقة مش لاقيين شغل، ففي ناس معينة بتقول لهم ان في شغل في إيطاليا، فبيقولوا لهم المبلغ مثلا اللي هتدفعوه عشان نقدر نكون بنسفركم إيطاليا في حدود ما بين 35 لـ50 ألف، لكن أنا مش عارفة كام بالظبط. والشباب من كتر ضيقتهم ومن كتر أعوازهم ومن كتر عدم وجود شغل ليهم في مصر، فبيكونوا عايزين يكونوا بيروحوا لبلد تانية أوروبية أو أمريكية علشان يقدروا يكونوا بيشتغلوا هناك وبيكونوا نفسهم. والشباب طبعا ليها حق تعمل كده، لكن عايزة أقول إن دوت خطر كتير جدا. قالت كده هوت الشابة اسمها ديانا كلمتنا، قالت 47 شاب طلعوا من أبنوب تقريبا بيسفروهم عن طريق دمياط أو عن طريق اسكندرية، بيودوهم في بخرة ومن البخرة بينطوا في البحر، بيقعدوا تقريبا أسبوع أو أسبوعين في البحر، كل ده في البحر لغاية لما بيدخلوا إيطاليا. وده حدث حصل مع ناس كتير، 47 شاب لم يعرفوا عنهم أي شيء، والناس بتبكي والأهالي بتبكي. بدل ما يبكوا بالدموع بيبكوا دم، بيبكوا دم لأن الشباب بتغرق في البحر. كل دوت عشان عايزين منفذ ليهم للشغل ومنفذ لحياتهم، وبيعرضوا نفسهم على أخطار علشان يقدروا يكونوا بيعيشوا حياتهم. عايزين الوقت اللي جاي نصلي من أجل 47 شاب اللي طلعوا علشان يكونوا بيروحوا إيطاليا عن طريق البحر عايمين، يعني بينططوهم في البحر وانتوا بقى ايه وأعماركم. في ناس بتطلع أحياء وفي شباب بيموتوا. عايزة أقول لكل أهالي دلوقتي، لكل الأهالي اللي بيعرضوا نفسهم للأخطار ديت وبيعرضوا شبابهم وأولادهم عشان لقمة العيش للأخطار دي، من فضلكم اعملوا ستوب للموضوع ده، وقفوا المهزلة دي، لأن في شباب بيضيعوا، في شباب بيغرقوا، في شباب ما بيوصلوش ومش عارفين عنهم أي شيء، مش عارفين عنهم أي حاجة. أرجوكم لاستغاثة من برنامج يا رب ارحم لكل حد عايز يكون بيطلع ابنه عشان يوديه ايطاليا، في داهية ايطاليا، في داهية اي حاجة، بس حياة ولادنا يا جماعة مش كل حاجة نجري ورا
اي شغل بسيط في مصر حتى لو ما في، ربنا يكرمهم، لكن ما نعرضش اولادنا للخطر. ارجوكم ارجوكم، انا بناشد كل الاهالي اللي عملت كده في الوقت اللي فات. يمكن حد سمعنا دلوقتي، حد سمعنا دلوقتي ويمكن عرض ولاده للخطر او عرض ابنه شاب زي الفل، شباب زي الورد بيغرقوا في البحر علشان عايزين يكونوا بياكلوا من لقمة العيش وبيشتغلوا عشان يكونوا نفسهم. ده غير كمان المصاريف اللي بيدفعوها، ده بيقولوا بيدفعوا تقريبا 35 او 50 الف عشان يطلعوا. وانت بقى وزي ما ربنا يكرمك توصل بالسلامة ايطاليا، ما توصلش دي حاجة ترجع لك، بتعرف تعوم عوم ويقعدوا في السقعة في التلج في البحر. على فكرة ولا انا كمان لما روحت ايطاليا سمعت هذا الموضوع، يعني مش الموضوع يوم وليلة، ده الموضوع دوت بقاله زمن، سمعت هذا الموضوع. الناس بيعرضوا نفسهم وحياة ابنائهم وحياة اولادهم للخطر عشان لقمة العيش. من فضلكم انا بنشر كل حد دلوقتي سمعنا وكل اهالي وبالذات في بلد ابنوب، يمكن لما روحت لقيت فعلا ان البلد كلها من ابنوب وشباب زي الورد. في شباب بتوصل لكن في شباب بتغرق. يا ريت ما نعرضش حياه اولادنا للخطر اكتر من كده، ووقفوا المهزله دي حتى لو هياخد مليون يورو، لكن حياه اولادنا ده الكسب لينا. انت بتكسب حياه ولادك. Don't worry about the money، المال والسالري هياخد كام ولا يشتغل بكام، لكن بيعرضوا حياتهم للخطر لانه مش لاقيين ياخدوا فيزا من السفاره، لانه في رفض دلوقتي في الفيز كتير او في السفاره الايطاليه، فبالتالي بيعرضوهم لخطر اكتر من كده. فانا بشكر ربنا من اجل كل واحد استمع ليا دلوقتي وحط الموضوع في باله. ولو جه ابنك وقال لك انا عايز اكون بسافر ايطاليا عن طريق البحر، ارفض رفض تام. لو ربنا ما سمحش انه ياخد الفيزا من السفاره يبقى كده دي باراده ربنا، لكن ما تكسرش بقى اراده ربنا وتروح من حته تانيه بطريق معوج عشان تقدر تكون بتوصل للمدينه او البلد اللي انت عايزها، عشان تكون بتحقق احلامك وفي الاخر احلامك ممكن ما تتحققش بسبب غرقان اللي بيحصل مع شبابنا. انا بشكر ربنا كل واحد بيسمعنا دلوقتي، ودي استغاثه من قناه الطريق برنامج يا رب ارحم، وبقول يا رب ارحم ارحم كل الناس، ارحم شعبك يا رب من التفكير اللي ممكن يكون بيدمرنا بيودينا ورا وبيغرقنا وبيموتنا. التفكير اللي ممكن يكون التفكير بتاعنا اللي احنا نكون بنشوف حياه جيده وحياه جميله في الوقت اللي جاي، لكن بالعكس التفكير بتاعنا ممكن يودينا لورا ويموتنا. انا بناشد كل حد دلوقتي مره تانية، انقذوا اولادكم من اي خطر بيجي عليهم. بشكركم من اجل الاستجابه، انا بقول كده من قلبي ومن كل قلبي بناشد عن كل حد طلع ولاده عن طريق البحر، وكل الاهالي اللي فاقده 47 شاب، كل اسره فاقده شبابها او ولادها ومش لاقيينهم. ولو اي حد عارف اي حاجه عن الشباب دي من فضلكم اتصلوا بينا في قناه الطريق عشان نقدر نكون بنطمن الاهالي دي وبنطمن البنت البنوته الجميله الشابه اللي اتصلت بينا وقالت انا ابويا بيبكي بدال البكاء دموع نازله بيبكي دم، هو وامي واسرتي كلها عشان اخونا الصغير مش لاقينه، مش عارفين عنه حاجه، هل هو ما زال حي ولا غرق في البحر؟ هل هم مازال موجود ولا مش موجود؟ 47 شاب مش لاقيينهم، وده رقم مش قليل اللي احنا بنفقد شبابنا بسبب الحكمه
عدم الحكمة، بسبب عدم الحكمة، بسبب عدم الحكمة اللي إبليس ممكن يكون بتفكيرنا بيودينا ورا الشمس. خلينا دايما نكون في النور واضحين، ونكون يا رب نقول يا رب لو إرادتك هناخد الفيزا هناخد الفيزا من السفارة، وهنروح السفارة، وباسم يسوع أنت هتكون بتختم بدمك على الباسبور بتاعنا عشان نقدر ناخد الفيزا لشبابنا ولولادنا. لكن لو ما حصلش كده يبقى ربنا مش عايز كده، يبقى ربنا مش عايز كده، تعمل ستوب، تقفل الباب ده، لأن ربنا هيفتح لك باب تاني. ولو ما فيش باب تاني يتفتح يبقى ربنا عايزك تكون جوه مصر، علشان في خير جاي لمصر، ومصر بتتحسن ومصر بتتقدم للأمام. وبكل اللي احنا سامعينه دلوقتي، حتى لو في اضطهاد، حتى لو في إرهاب موجودين، لكن مصر بتتقدم. تبقى نصلي من أجل مصر، نصلي من أجل مصر، لأن الوقت الجاي ربنا هيبارك مصر قوي، لأن ربنا وعد كده في أشعية 51، مبارك شعب مصر، مبارك شعب مصر، ربنا هيبارك مصر. فأنت ما تقعدش الهم وما تخافش، لأن ربنا موجود وهيبارك مصر. تعالوا مع بعض مع الحالة اللي جاية، وهنتبسط مع بعض مع اللي ربنا عمله مع أخونا روماني اللي تابعناه، وكان حلقة ورا حلقة وتقرير ورا تقرير، كان عنده مغص مألمه جدا، مغص فظيع جدا، وكان محتاج يعمل منظار عشان يعرف إيه اللي عنده بالظبط. وابتدينا نمشي معاه خطوة بخطوة لغاية لما عمل المنظار. تعالوا مع بعض اللقاء رقم 3 مع روماني اللي روحنا زرناه فرحناه بعمل المسيح والمنظار اللي عمله، ونشوف ربنا عمل معاه ايه. تعالوا مع بعض نطلع بالتقرير اللي جاي ده، وارجع لكم مرة تانية. انتظروني ما تروحوش في اي مكان، رجع لكم بسرعة بسرعة. مساء الخير اعزائنا المشاهدين في هذا الطريق وبرنامج يا رب ارحم كرير اسم. احنا جينا للمرة الثالثة للاخ روماني. انا هفكر حضراتكم سريعا، اخويا روماني كان عنده مشاكل في المعدة وعنده كسر في رجليه، فكان هو محتاج فلوس يعمل عملية المنظار، فاحنا جينا له قبل كده ودينا له. النهاردة ربنا اتدخل من ابطال، من خلال ابطال قناة الطريق وابطال برنامج رب ارحم. احنا النهاردة جينا له نفرح قلبه ونقول له يسوع موجود ومعاك مش سايبك خالص. احنا النهاردة معنا اخ روماني، بنرحب بك اخ روماني. انا بشكر كرات الطريق على تعبتها وتعب محبتها، واشكرها انها وقفت معايا ودايما على وعده وبتقف معايا ما بتخلاش، واشكر ربنا على كل انسان واقف معايا وما بتخلاش. اللهم ربنا مرحمه كبيره، ودايما قلوب الناس كتيره واسعه وحلوه، ونشكر ربنا ليها، واشكر مدام رانيا على تعبها وتعب محبتها. يا رب يفضل البرنامج ده فتح خير لناس كتيرة، لإخواتنا كلنا يا رب، ويجعل على طول بابه مفتوح على طول يا رب. أشكرهم كتيرا، ربنا على طول ما ينساهمش ودايما يقف معاهم ويرعاهم، أشكرهم على تعبهم والتماس بالآخرين في الاحتياج، نشكرهم كتير، وأشكر مدام رانيا، وبطلب من ربنا يقف مع مامة الأخ أستاذ تامر عشان في محنة بدر، من ربنا يقومهم من المرض يا رب، وأشكرك على تعبنا حبيبكم كتير أوي. أشكرك يا رب تعب محبتك، ونشكر محبتك كتير أوي، يا رب يا رب يديكوا دايما قوة من عند ربنا لتقفوا مع الناس كتيرة، ويا رب يجعل دايما قلوب الناس مفتوحة ليك يا رب. آمين. أكيد طبعا، أكيد نشكرك. آمين. أعزائي المشاهدين في الطريق، وهي دي كانت فرحة أخونا روماني بإكمال فلوس العملية بتاعته، وهنيجي نطمن تاني وتالت ورابع عليه، مش هنسيبه، النهارده بيقف على رجله، يكون احسن مننا كلنا،
من خلال برنامج رب ارحم ومن خلال ابطال قناه الطريق وابطال برنامج رب ارحم كده يسوع. امين. ورجعنا مرة تانية مع حضراتكم بعد ما سمعنا قصة روماني وقد ايه حالته كانت صعبة جدا وكانت محتاج منظار بأي طريقة وما كانتش معايا عشان يقدر يعمل منظار، وانتوا عارفين المنظار مكلفة قد ايه في مصر، لكن بشكر ربنا لان من خلال المنظار قدر يكون بيتعالج، عارف عنده ايه بالظبط، لان صعب علينا اللي احنا نكون واحد بيتألم، واحد بيتوجع، واحد بيتدمر جسديا ونسيبه ونتخلى عنه، لان يسوع ما علمناش كده. يسوع علمنا قلب الرحمه، قلب مليان بالحب والرحمه. بشكر كل واحد يكون معانا النهارده وقدم قبل كده وساعد في برنامج رب ارحم، كل حد حاسس بالمسؤوليه دي معانا وحاسس بكل حاجه بتحصل في البرنامج. ناس كتير عايزين نكون بنروح لهم الوقت الجاي، وناس كتير طلبونا وعايزين نكون بنتقدم ليهم وبنذهب ليهم. الناس دي ما بتهرجش ولا عندهمش احتياج وبتصلوا بيها، احنا بنروح في قلب الواقع وبنبحث الحاله وبنشوف هما محتاجين ايه بالظبط. الناس دي ما بتضيعش وقت معانا، واخواتنا دول ما بيضيعوش وقت. الناس دول فعلا محتاجين ايد ربنا، محتاجين رعاية ربنا، والرعاية دي هتيجي من خلالي ومن خلالك ومن خلال كل حد بيقدم الحب الحقيقي في برنامج رب ارحم. تعالوا بسرعة نسمع ترنيمة احضني. هنطلب الحضن الحقيقي من رب المجد يسوع المسيح، وتعالوا شوف هذه الترنيمة بالفاصل اللي جاي وارجع لكم مرة تانية. انتظروني باسم المسيح. مرة حلمت حلم في يوم وانا موهوم اكون حر وطليق فرحان، وتاري الحلم كان مسموم وكله غيوم، ورحت بنفسي للسجان. مرة حلمت حلم في يوم وانا موهوم اكون حر وطليق فرحان، وتاري الحلم كان مسموم وكله غيوم، ورحت بنفسي للسجان. ايدين الوهم ربطوني، طفوا الشمس وعم عيوني، ومن يوم هالأمانة راح وبات محبوس في كنيا مكان. ومتاري في عيون الليل، وانا
مشروعي اللي كان مفروض سقط في سكوت طواه الريح ومرمي عليه ومحتاج لك تعديني على جناحك توديني لدنيا اللي عايشة فيها براح ما فيش غيرك يا ربي بديل فجربني انك احضني وخدني عندك اسكن حدفني في دوامات الخوف كفى العمر اللي ضاع مني معك راجع يطمني كسابك خطوتي وبجري ومشتاق لك وجاي ملهوف انا عايزك تمد جسور تداوي كسور وتعبر بيا فوق النار تكون شمسي تكون النور امل وسرور وتضمن اخرة المشوار انا عايزك تمد جسور تداوي كسور وتعبر بيا فوق النهار تكون شمسي تكون النور امل وسرور وتضمن اخرة المشوار تكون داري اللي برجع له اسمعلو انام على كتفك انت ارتاح ولا جل الطلع له نهار فجرب منك احضني وخدني لعندك اسكني سرق مني الزمن عمري وحدفني في دوامات مع كلمات الترنيمة اللي سمعناها ومع كل كلمة سمعناها أتمنى أن يكون دخلت قلوبنا يا رب احضننا يا رب في وسط المشاكل الصعبة والظروف الصعبة بتاعت الحياة وفي وسط أحلامنا اللي عايزينها تكون بتتحقق في الوقت الجاي وانت يا رب هتكون بترجع كل حاجة حلوة إبليس حاول وخطفها مننا في الوقت اللي فات لكن هتقدر تكون بترجعها مرتين يا رب هترجعها لان احنا واثقين فيك هترجعها يا رب لانك اله حنين جدا واله رحيم جدا وانت ابرع جمال من كل بني البشر انت احلى حاجه في حياتنا احلى حاجه تمسكنا بيها وعايشين معاها وعايشين في حياتك يا رب يا رب انا بدفع دلوقتي كل حاجه يا رب كل شيء سلبه ابليس في الوقت اللي فات باسم المسيح يرجع مره تاني يرجع مرة تاني كل حلم إبليس خطفه مننا الأيام اللي فاتت الشهور اللي فاتت السنين اللي فاتت الله يرجعه يرجع أحلامنا وتتحقق فيه هو
أحلامنا تتحقق فيه هو، لأنه هو صالح، هو أمين جدا في كل وعوده لينا. اتمسك بوعود ربنا، ربنا بس عايزك النهاردة تكون بس جاست متمسك، اتشعلق فيه وامسك بكلمته وقول يا رب على كلمتك، على كلمتك أنا هلقي الشبكة زي ما بطرس مشي على المية. ربنا قال له تعالى خاف شوية، وقع في المية، قال له تعالى مرة تاني مشي على المية. يا رب على كلمتك أنا هنلقي شبكنا وهلقي الشبكة، لأن هنصطاد سمك كتير في الوقت الجاي، هنصطاد سمك في الشبكة اللي رمتها، بل عايزين نكون بنرمي شبكنا بقى، مش شبكة واحدة، لكن يا رب على كلمتك هنرمي شبكنا. تعالوا مع بعض نستقبل التليفون اللي معانا. ألو قناة الطريق برنامج رب ارحم. ألو 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 مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا مدام رمزي؟ اهلا بيكي يا ماما، اهلا بيكي. حضرتك مدام رمزي؟ ايوه مع حضرتك على الهواء، اتفضلي. نشكر المسيح حبيبتي، نشكر. تسمعيني ربنا يخليك يا رب. اه طبعا بسمعك اهو من كل قلبي، بس عرفينا بيكي ومن انهي محافظه؟ انا صفيه غالي، وفي من اسكندريه هنا. اهلا بيكي ست صفيه. انا طلبي بسيط. اتفضل. انا عندي القلب وعندي الضغط وعندي خشونه وفاشه، والسلم اللي معاد عليا يا اوضه بالحمام يا بس يا دار سنين. هذا طلبي. يا دار سنين يا اوضه حمام دور اول. يعني انت محتاجه حد يكون بيوديكي دار مسنين، لانك ست كبيره في السن، لا محتاجه شقه صغننه، اوضه وصاله عشان تعيشي فيها في الدور الاول. حمام كده بس. اه في الدور الاول. ودور اول عشان عندي خشونه وعشان من قدر اطلع السلم ولا انزل، وعندي القلب وعندي الضغط وعندي جرح في معدتي. عندي جرح في معدتي وتعبانه. ألف سلامة عليك يا حبيبتي، ألف سلامة يا ست صفية. باخد بتاعتي 2 بالسنة في اليوم. ونضغط على كدي. ألو. أنتِ عايشة لوحدك يا ست صفية؟ أه سامعاكي، سامعاكي يا ست صفية، أنتِ عايشة لوحدك؟ أنا عايشة مع بنتي بس أنا مش مرتاحة معاها. يعني بنتك عايشة معاكي لكن أنتِ مش مرتاحة معاها. عايشة مع بنتي بس مش مرتاحة معاها. ألف سلامة عليكي يا ست صفية. إحنا مقدرين قد إيه تعبك. عايزة أعيش وحدي كده أول، كنا يكون أول دور كده ووضع حمام ويا يا بيت مسلمين أروح أقعد فيه. أمين حبيبتي، ربنا يكون بيديكي ثقل قلبك يا ست صفية، وقلوبنا معاكي، ويا رب نكون بنسمع اخبار كويسه مع كل الناس اللي بيشاهدونا دلوقتي من اسكندريه وبيسمعوكي من خلال شاشه قناه الطريق. بناشد كل اسره وكل حد في اسكندريه حابب يكون بيساعد الست صفيه، هي كل امنيتها في الحياه اللي هي تكون عايشه مرتاحه في الوقت اللي جاي، لا اما في اوضه وصاله وحمام صغير، هي مش طالبه، يعني مش طالبه حاجة كبيرة تعيش فيها، لكن هي محتاجة دور أرضي تعيش فيه، أوضة وصالة، علشان عندها خشونة في ركبتها. فصعب طبعا اللي عنده خشونة وركبته بتوجعه، وصعب اللي عنده القلب والضغط والسكر والأمراض، صعبة جدا اللي هو يكون عايش في أدوار عليا، مش قادر حتى يطلع، لأن مع طلوع السلم كمان مش الواحد ما بيقدرش ياخد نفسه، وصعب عليها. زي ما حضراتكم مع سمعتوا ست صفية، من فضلكم كل حد بيسمعنا من اسكندرية حابين تحتضنوا الست صفية، حابين ترعوها في الوقت الجاي، اي حد عنده شقة مركونة مش مستغلها لحد يقعد فيها ست صفية، يبقى انت كده بتكنز في السماء، بتكنز كنز عظيم جدا في السماء. ولا سيما ان الست دي يعني قاعدة مع بنتها لكن هي مش مرتاحة مع بنتها، لكن هي محتاجة لرعاية خاصة،
او حد يكون بيتصل بينا عايز يكون بيوديها دار مسنين، دار مسنين عشان يقدروا هناك يرعوها، متهيألي هيبقى يرعوها اكتر وافضل من اللي هي تكون كمان عايشه لوحدها. لكن ارجوكم باسم المسيح، انا عارفه ان في ناس كثيره جدا القلوب الجميله اللي بتسمعنا من اسكندريه يقدروا يكونوا حاطين الامر دوت قدام الرب اولا وقدام انفسهم ثانيا، ان هم يكونوا بيرعوا الست صفيه في الوقت الجاي ويكونوا بيدخلوها دار المسنين. انا عارفه ممكن يكون دار المسنين شويه مكلف، انا مش عارفه في الحقيقه الاسعار كام، في هل في دار مسنين تبع الحكومه ولا خاص، انا مش عارفه. ست صفيه انت معايا؟ طيب ست صفيه، دار المسنين هل في قطاعات خاصه وفي حاجات تبع الحكومه لا ولا ايه؟ يكون تبع كنيسه. تبع كنيسه، يعني انت حابه اللي دار المسنين تبع كنيسه. تبع حلو. كنيسه حلو حلو. وممكن ادفع المعاش الضمان بتاعي ادفعه في دار المسنين ده. واو، يعني انت كمان يعني ممكن تكوني شويه بتساهمي المعاش بتاع الضمان لدار المسنين. طيب كويس، حلو قوي. اللي باخده من معاش الضمان، يعني انت عايزه حد بس انت عايزه حد يساعدك الخطوه الاولى، عايزه حد يساعدك في الخطوه الاولى اللي هو يوديكي، او مثلا حد يكون بيجيب العنوان او وات ايفر يعني البدايه. يا رب حافظ عليكي يا مدام رامي. يا رب ربنا يخليكي يا حبيبتي، حافظ عليكي ويخليكي يا رب. انا بشكرك جدا، دعوه لي عندي غاليه قوي. يا رب وقت حضرتك يكون المشوار في سر من وقت حضرتك. ربنا يخليكي، وانا بشكرك على الدعوه الجميله دي اللي وصلتني دلوقتي، وانا بستمد حقيقي بكل دعوه حلوه وكل حب من كل اعزائنا المشاهدين، بستمد قوه وبستمد تشجيع، بستمد حب كمان من كل حبايبنا المشاهدين، وبرجع كمان الدعوه دي لكل حد دلوقتي حابب يكون بيساعد الست صفيه. تخيلوا لو انت النهارده بتساعد ست صفيه وهي كبيره في السن وقالت كل المشاكل والامراض اللي عندها دي، وانت بتساعدها بكل حب، شوف كام الدعوات الجميله بقى دي ترجع لك، والصلوات الجميله دي بترجع لحضرتك، حاجه جميله صدقني. من فضلك لو انت في اسكندريه وحابب تكون بتراعي ست صفيه، ارجوك اتصل بينا، ارجوك اتصل بينا، اتصل بينا علشان تقدري تكوني بتساعدي ست صفيه، توديها دار مسنين زي ما طلبت تبع الكنيسه. لو حضرتك عارف اي دار مسنين قريب عليك او تبع كنيسة معينة، انت تعمل كده معروف كبير جدا، وهتعمل رحمة كبيرة قوي، وهتزرع بركة في حياة الست صفية، وهتكون انت كمان بتاخد البركة، مش هي لوحديها هتاخد البركة ولا الراحة في الوقت الجاي، لكن انت كمان هتاخد البركة لحياتك ولحياة اسرتك. ويا رب يسعد كل حد بيقدم وحابب يكون بيسعد ناس تانية، ما يكونش يقول نفسي وبس وأنا وبس، لكن يقول أنا والآخرين، يقول الآخرين قبلية والناس التانية قبلية. صدقوني عن تجربة عايشاها وعن حب بزرعه في حياة ناس كتير، بلاقي يسوع وبلاقي نور المسيح حقيقي بجد جوه حياتنا وبنور حياتنا، وبستمد الشعاع الحقيقي هو شعاع يسوع. ارجوكم في اسم المسيح، انا بشكرك جدا لاتصالك معانا يا ست صفيه ومحبتك ومتابعتك لبرنامج يا رب ارحم، وعشان نقدر نكون بنساعدك في الوقت الجاي. وانتظري يا رب اسمع اخبار كويسه، وانتظري منها تليفون في الوقت الجاي، واستاذنك لو حد حابب يكون بياخد رقم تليفونك عشان يوجهك لمكان دار مسنين، او عايز يكون بقعدك في مكان امن سالم يبقى حلو قوي. ومره تانية لما بتكون بندي تليفونات لحد من فضلكم، انتوا عارفين يعني بغرض الحب والرحمه والتقدمه ليس بغرض اخر. من فضلكم مرة تانية، برنامج يا رب ارحم بيهدف لعمل الخير، لعمل الخير، لم يستخدم لاستغلال اللي انت بتاخد حد عشان تكرمه تبهدله،
لا، احنا عايزين نكرم الناس دي وعايزين نصب الخير في قلوب الناس دي. امين. متفقين معايا؟ اتمنى نكون متفقين وبنتواصل مع بعض دايما في برنامج يا رب ارحم. هل معايا تليفون اخر؟ طيب تعالوا بسرعه، نروح بسرعه لحاله ام رامي، نشوف حكايه ام رامي بتقول ايه وحكايتها من فين ابتدت والى اين ذهبت والى اين تذهب في الوقت الحاضر والمستقبل. تعالوا مع بعض نجري ونشوف حاله ام رامي وارجع لكم مره تانيه. انتظروني. أعزائي مشاهدين قناة الطريق، برنامج يا رب ارحم كلا ليسون، احنا النهاردة موجودين في أسيوط. اهلا بيكي على شاشة قناة الطريق، عرفينا بنفسك الأول. أم رامي. أم رامي، كنت واثقة ان احنا نجيلك أسيوط من القاهرة، نجيلك أسيوط حسب إيمان الواحد زيديته. نعم، حسب إيمان الواحد ديته. أمين امين. طب قولي لي ايه طلباتك لما اتصلت بينا وقلت لنا ان انا عايزه اشترك معكم في برنامج يا رب ارحم؟ كنت ايه اللي كنت عايزاه؟ عاوز اعمل عمليه بعينيا وعايز مده العمليه. طب عمليه ايه؟ طيب مسح بعين ريزان. ما بشوفش بيه. ما بشوفش بعينيك؟ ما بشوفش بيه. معايا بعيا وظروفي تعبانه، اللي داخل على كد اللي طاب يعني داخل قليل. ازيك حضرتك؟ طيب بيشتغل ايه؟ بيشتغل بيعمل عربية فول. على عربية فول يعني. طيب انت عندك ايمان واثقة ان طلباتك ربنا. طب العملية اللي هتكلف قد ايه ولا ايه اللي؟ والله ما عارفش انا اتكلف كم. انت لما سالتي على العمليه اللي بتعمل لك تكلف قد ايه؟ ساعة ما سالت كان زمان 4000. الوقت ما عارفش وصلت قد ايه. من زمان. انت اخر مره كشفتي على عينيكي كانت من قد ايه؟ حوالي يمكن 5 سنين كده. من 5 سنين. لكن الدكتور قال لك لو عملت العمليه هترجعي تاني تشوفي وتبقى كويسه وتمام. ايوه، عمليه مش ميه بيضه ولا ميه زرقاء. مسح ليزر كده تحصيص. بس من ساعتها ولا فكرت تاني ولا سالت تاني عشان الظروف. ما فيش ظروف داخل. ما فيش دخل خالص داخل. بس طب احنا بنناشد، طبعا احنا في اسيوط وبنناشد كل دكاتره اسيوط اللي شايفيننا دلوقتي وبيستمعوا حالتك، بنناشدهم مع وبنقول لهم اللي يحب ان هو يتبنى الحاله ديت ويكشف عليها ويشوف عندها ايه بالظبط ويشوف العمليه اللي عندها، يا ريت تتصل بينا حالا واحنا هنكون متابعين معاه وهنيجي ناخدها ونوديها لك، نوديها للدكتور اللي هيتصل بينا ويقول لنا ان انا هقدر اقف معاكي واكشف على عينيكي واشوف ايه اللي انت عايزاه بالظبط. دي يا ماما تقدمة من قناة الطريق، واحنا واثقين في المسيح ان احنا هنجيلك للمرة التانية وهيكون حقق حلمك وهنشوف الدكتور اللي اتصل بينا. هنجيبك لحد يعني هناخدك وهنوديك لحد عنده ومش هنسيبك، ولا ابطال قناة الطريق كلهم هيسيبوك ويشوفوا انت عايزة ايه وكده هنيجي تاني وهنفرح قلبك. ورجعنا لكم مرة تانية اعزائي المشاهدين بعد ما شفنا وسمعنا حكاية ام رامي. ام رامي مبسوطة قوي اللي احنا رحنا لها وزرناها، وبإيمانها وبثقتها مع يسوع قدرنا نكون بنوصل لها لانها واثقة في رب المجد. هي كانت فرحانة قوي، لكن حلمها في الدنيا دي كلها هي تعمل عملية في عينيها. من كل قلب، وقلبها البسيط وقلبها المحب والبساطة اللي جواها، وهي بتتكلم كده وبتقول أنا عايزة أكون بعمل عملية في عينيا، لأن الحاجة الحلوة اللي ربنا خلقنا وخلقها فينا هما عينينا اللي بنقدر نكون بنبص منها وبنشوف منها.
صعب لما حد يكون بيفقد نظره، صعب لما حد يكون محتاج عملية فعلية ومحدش يقدر يكون بيساعده فيها. أخطر حاجة وأصعب حاجة في الحياة لما أكون بقول أنا عينيا ما بتشوفش ومحتاجة أعمل عملية فيها وما ساهمش وما حطش قلبي مع مرامي، سواء مرامي أو أي حد تاني محتاج عملية فنية. في ناس بيبقى عندهم مية كمان على عينيهم محتاجين عمليات، بس يمكن العمليات دي بتبقى مكلفة قوي، عملية المية اللي على عينين زي يشيلوها عشان يقدروا يكونوا بيشوفوا كويس. وفي ناس بتعمل عملية في عينيها اليمين تبقى محتاجة تكون بتكمل في عينيها الشمال، ما عندهاش إمكانيات عشان تكون بتعمل عمليات تانية، ما عندهاش إمكانيات عشان تقدر تكون بتعمل عملية عشان تقدر تكون بتشوف كويس. سألناها العملية بتكلف كم؟ قالت أنا ما أعرفش في الوقت دوت هتكلف كم، لكن الوقت اللي فات لما كشفت وعرفت اللي هي عايزة تعمل عملية قالوا لها في حدود 4000 جنيه. هنقول 4000 جنيه، يعني لو حد شخص واحد يقدر يكون بيتصل بينا دلوقتي يقول انا عايز اكون بقدم المساهمه دي لام رامي، ولو اكتر هنكون احنا معاها برضو، احنا معاها وهنتابعها وبرنامج يا رب ارحم متابعها، لكن عايزين شركاء معانا عشان في حالات كثيره قوي محتاجين نكون بنوصل لهم وبنعددهم. ام رامي محتاجه تعمل عمليه في عينيها، وده متهيألي أقل حاجة ممكن نكون بنقدمه، إن حد يكون عايز يعالج نظره، النظر اللي ربنا ادهولنا وصعب قوي لما حد يكون، صدقوني صعب للغاية لو حد فقد نظر، انتوا عارفين كويس قوي. يعني متهيألي أغلى حاجة، أغلى حاجة نقدر نبص عليها هي العيون، العيون اللي ممكن تكون بتشوف. عايزة أخبار حلوة، عايزة كم حد النهاردة يكون بيتصل بيقول أنا عايزة أكون بساهم. لو أنت من أسيوط، لو أنت من أسيوط وعايز يكون بتعمل عملية لأم رامي، إحنا هنكون بنبعت لك المراسل تروح معايا لأم رامي وتقدر تكون بتعملها العملية وتوديها المستشفى. أمين. لو أنت كمان من المنيا، من أي محافظة مجاورة لأسيوط، هي ساكنة في أسيوط، أتمنى نكون كلنا حاطين إيدينا في إيدين بعض عشان نقدر نكون بنوصل رسالة المسيح ونور المسيح وننور عينين أم رامي العملية اللي عايزاها في الوقت الجاي عملية فعنية. أنا بناشد باسم المسيح، يمكن هي كانت خجولة ومش قادرة تتكلم، كانت خجولة لكن قلبها البسيط هي وضحت اللي هي عايزاه بالظبط في برنامج يا رب ارحم، وضحت بالظبط حلمها قدام ربنا ايه، انها تكون بتعمل عملية في عينيها. بعد ما سمعنا حكاية ام رامي، قبل ما نكون بنختم وقتنا معاكم، يعني دايما الوقت الجميل بينتهي بسرعة، تعالوا بسرعة نجري ونشوف حالة ابو ايمن. حالة ابو ايمن لو معنا تليفون نشوف، لو معنا تليفون ناخده قبل حالة ابو ايمن. طيب نروح بسرعة نشوف حالة أبو أيمن وبعد كده نرجع لكم تاني عشان لو في تليفونات نقدر نكون بناخدها مع حضراتكم بالحالات الموجودة معانا. هنروح لأبو أيمن علشان نكون بنشوف حالته وبنسمع حكايته ونصلي في قلوبنا عشان نكون بنحقق أحلامه في المسيح. انتظروني رجع لكم أوام بعد هذا التقرير مع حالة أبو أيمن. أعزائي قناة الطريق برنامج يا رب ارحم كبير ليسون، احنا النهاردة عند في منزل عم أبو أيمن في أسيوط، احنا جايين نزوره ونشوف احتياجاته ايه. عم أبو أيمن بيمشي على عكاز زي ما حضرتكم شايفين كده، العكاز في ايديه اهو، لكن كلمنا وقال لنا ان هو عايز دلوقتي رجليه، يعني طبعا هنشوف فيها مشكله، يحكي لنا على ايه اللي عنده
التعب اللي عنده بيحب ان هو يخرج يروح الكنيسه يحضر قداس ويقول لنا على كل حاجه. احنا جايين نسمع منك. اهلا بك يا عم ابراهيم. ابراهيم ايه مشكلتك؟ ويعني انا مشكلتي لما وصلت تعبان وعامل عمليه لما وصلت رجليا شريحه في 5 مسامير اللي هي مده اكثر من 7-8 سنين وبمشي على العكاز مش بقدر احمل على رجليا بمشي برمي حزمي على رجلي على العكاز بجاي وبعد ساعات لما اوصل امشي واتعب شويه لما اوصل اروح قاعد على الرصيف. الناس لما اوصل تصدق اللي بكتسب من الناس وحاليا بكتسب الناس صح. اما بابا لما اوصل بتعب مش بعد ساعات بطلع بابا عايز اروح الكنيسه مش بقدر بتعكز اروح الكنيسه لما اوصل بالعافيه لما اوصل بالعكاز العكاز مش مساعدني عشان ازاي تعبانه برضه. وانا عايز كرسي لمواد الشغل يساعدني بالكهرباء عشان حتى اخش بتربي. يعني انت امنيت حياتك ان انت عايز كرسي بالكهرباء عشان تقدر ان انت تقدر تروح بيه الكنيسه. لمواد الشغل تعبانه برضه. صحيح. طيب احنا في برنامج يا رب ارحم يعني يعني احنا انت واثق ان المسيح الاول ان هو هيحقق لك طلبك؟ المسيح ده في حياتنا لما وصل هو حياتنا الابديه. واحنا انا عن نفسي لما وصل ما بنمشي غير لما بصلي لما وصل كله في ثواني وكل 5 دقائق بطلبه وهو برضه مهما يكن بيساعدني بيساعدني برضه لما بطلبه بيساعدنا ومشينا غير بالقوه بتاعته هو الهنا قوي بنقول الحمد لله. طيب تقول ايه دلوقتي لكل اللي شايفينك وسمعوا حالتك وتقول لهم ايه دلوقتي؟ اقول لهم لما وصل انا تعبان لما وصل مع نفسي يعني حتى قلت تعبان شخصيا يعني لان حتى انا لما وصل لي مده تعبان ولد عمال يقول لي عليك شفتك لما وصل بقول له لا ثاني ما اقول له لا ما اروحش راح يعني. طب انت عندك دخل من بره؟ في دخل بيجي لك من بره؟ انا عندي الدخل بتاع لما وصل للشؤون بتاعت الشؤون بتاعت اللي هي معموله دي. شو يعني بتاخد فيها قد ايه؟ باخد فيها لما بشتغل كتب بس ديت من 50 لغاية 100 لغاية نوصل 150 لغاية اليومين دول لما بشتغل المدينة لما بشتغل 5-6 اشهر وصلت 300 جنيه. يعني 300 جنيه بتجيب يعني تدفع طبعا النور والميه انا بقى ساعات بدفع لما بشتغل 120 نور وبتاع بتعرف مع بتوع النور 70 و50 و60 كلهم عندي عشان لما ادعي حتى يعني انا انت انت كل اللي انت قاعد فيها هي الاوضه دي هي الاوضه دخلت ما بقدرش انقل غير اخش ده من داخل الباب وارمي هاني العرب. اوضه صغيره واضحه جدا يعني 2 متر في 2 متر يعني فطبعا الباقي بيقضيك كعلاجات الباقي لما وصل بيقضيها راي الهنا قوي احنا ماشيين مع ربنا وبنصلي وبنقول الحمد لله على اللي بدونا ربنا. احنا بنطلب لما توصل بنقول الحمد لله. انا بيني وبين ربنا صحيح بقول الحمد لله في اي وقت بصراحه يعني على المعيشه اللي انا فيها وشفتها غير الاول الشباب كانوا كده بس انا لما توصل لما وقعت ربنا يديك القوه باذن المسيح وبنقدم لك التقدمه دي من ايد المسيح. ماشي دي من ايد المسيح وبنقول لكل اللي شايفيننا دلوقتي من خلال شاشه قناه الطريق برنامج يا رب ارحم اللي يقدر يساعد عم ابو ايمن يجيب له كرسي هو حلمه بسيط وحاجه بسيطه جدا وكل طلبه حاجه واحده بس كرسي بالكهرباء على اساس ان هو يقدر يروح يصلي ويقدر يروح يحضر بقداسات ويخرج بيه. اللي يقدر يعمل كده يتصل بينا ويتصل بمدام رانيا واحنا نجي له هنا اسيوط ونفرح قلبه ونيجي ونزوره ونقول له احنا كلنا معاك يا عم ابو ايمن. نشكر ربنا ده والحمد لله في كل وقت الحمد لله في كل وقت الساعه اللي احنا فيها في الدقائق وفي الثواني الحمد لله نقول الحمد لله في كل وقت احنا بنطلب من ربنا بس والهنا قوي ولا اكثر ولا اقل. امين يا مولانا. واللي هو لما اوصل لرجلي ربنا هو يمشي وكفايته حلوه احنا كفايته حلوه جوه رضا ربنا اهم شيء رضا ربنا علينا مش العبد اهم شيء رضا ربنا الحمد لله نقول الحمد لله في كل وقت نشكر الله في كل وقت والهنا قوي انا ماسك فيه بداية واسناني بصلي له نار وحتى بعد ساعات ما بروحش الكنيسه بصلي ببيت بربح بيني وبين ربنا ماليش دعوه بالبشر ماليش دعوه بالبشر مش ماسك في البشر ما سيبش قبل الله بتاع بس ولا اكتر ولا اقل ولا بقول قريب ولا غريب
هو بنفسه هو اللي يعلم. وفي أي لحظة وفي أي مصنع بقول الحمد لله في كله. آمين. نشكر الله. شكرا. نشكر الله والحمد لله. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا حالة أبو أيمن، حالة أبو أيمن من أسيوط، وكل حلمه في الدنيا كلها لأنه راجل عاجز وبيمشي على عجاز، وصعب اللي هو يكون بيمشي مسافات طويلة، ونفسه يكون بيروح اجتماعات وكنيسة زي ما ذكر، نفسه يكون عنده كرسي متحرك بالكهرباء، وهذا الشيء لا يعصر عن رب أي أمر. هذا الأمر قدام ربنا، وهنحطه كلنا قدام حضراتكم وقدام ربنا في الأول. فأكيد ربنا يكون بيثقل ناس تكون بتكرم أبو أيمن من خلال الأمر ده، بتكرمه بأنه تكون بتجيب كرسي متحرك بكهرباء. أنا في الحقيقة مش عارفة بالظبط، لكن أعتقد أنه كرسي المتحرك يتراوح من حوالي 7,500 أو 8,000 جنيه مصري لغاية 20,000، يعني درجات في الكراسي المتحركة بالكهربائية، لأنها تنتج تقريبا في الصين أو في اليابان، كراسي كويسة تستحمل كويس فبتتراوح. وأعتقد كمان اللي هي غليت، لأن احنا كنا بنجيبها الوقت اللي فات يعني ما بين 8 ل 10 ل 12 في الوقت دوت يعني، لكن أعتقد مع الدولار الغالي والغلو الدولار الأسعار زادت أكتر وارتفعت، ف تقريبا ارتفعت اسعار الكراسي المتحركه بالكهرباء. كم واحد هيكون بيشترك معانا عشان يكون بيسعد ابو ايمن ويجيب له الكرسي المتحرك بالكهرباء، عشان تقدر تكون بتديله البركه اللي هو يكون بيروح الكنيسه، اللي عايز يكون بيبارك في الكنيسه وبيسمع كلمه ربنا، عايز يكون بيتحرك زي اي حد. ويمكن الكهرباء الكراسي العاديه لازم حد يكون بيجره، لكن هو عايز يكون بيعتمد على نفسه. والكرسي المتحرك بالكهرباء هو بيشتغل طبعا بالبطارية، بيقدر اللي هو يكون بيدرب نفسه، هو اللي بيسوق الكرسي المتحرك بالكهرباء، يعني مش محتاج حد يكون بيسوقه في الوقت اللي جاي، لكن هو اللي بيكون معتمد على نفسه معتمدا كليا. عشان كده طلب كرسي متحرك بالكهرباء زي ما اخواتنا اللي طلعوا معانا قبل كده وطلبوا كراسي متحركه بالكهرباء، وفعلا بالفعل رحنا لهم وباركناهم بالكراسي الكهربائيه المتحركه. وبشكر ربنا لان لا يعثر عن رب اي امر، لكن اهم حاجه قلوبنا تتحرك، اهم حاجه ان مشاعرنا ايضا تتحرك تجاه اخواتنا. اكتر حاجه لما الانسان يكون بيسمع في حد طالب حاجة ملاحة أو شيء ملاح ونفسه فيه علشان يقدر يكون بيعمل حاجة تانية، ويغمض عينيه ويسد أذانه ويقفل قلبه ويبرد أعصابه ويحجر مشاعره وعواطفه تجاه الحالات دي وتجاه أي حد في احتياج. لكن عايزين حرارة زي ما كده بيقول حارين في الروح، لازم يكون عندنا في حرارة في دافع جوانا بالعطاء والسخاء في العطاء، عشان نقدر نكون بنفرح كل الناس دي. فانتوا هتشاركونا حتى من عواز القناة بنكون بنقدم، لكن لوحدنا مش هينفع، والبرنامج ليس قائم على عليا ولا على فريق العمل بس، لكن قائم على كل الناس وكل أبطال قناة الطريق برنامج رب، كل مشاهدين القناة، مش على حد معين أو واحد بس. لكن أنا برجع كل المجد لربنا، لأن ربنا يستحق كل المجد والكرامة. ربنا يستحق بالفعل اللي احنا نكون بنرفع اسمه فوق كل اسم، اسم الرب عالي. هتيجي تعليه معايا النهاردة، وهنتحدى كل صعاب العالم وكل الحالات الصعبة اللي بتطلع معانا. هنقدر نكون بنواجه كل صعوبات في حياتهم، هنقدر نكون بنتحدى كل أمور صعبة مع كل حالة بتواجهها، هنقدر نعمل كده. يا رب أنا بتحدى الآن يا رب مع كل مشاهدين قناة الطريق، بتحدى كل أمر صعب
في حياة كل واحد بيطلب حاجة معينة من عندك ومش لاقيها. بتحدى كل أمور لأنك أنت يا رب قادر إنك تعطي بسخاء ولا تعير، لكن انتظارا انتظرت الرب. فأنت تيجي وتدينا أكثر مما نطلب أو نفتكر، انتظارا انتظرت الرب. فمال إلي وسمع صراخي، يا رب إحنا منتظرين إيدك الحنينة القديرة يا رب مع كل حالة طلعت معانا النهارده، وطالبة يا رب حلمها يتحقق فيك أنت، لأن مفيش حد يقدر يكون بيحقق حلم حد غير بوجودك أنت يا رب. يا رب روح واذهب أنت لكل حالة صعبة طالبة أمر معين من عندك. يا رب حافظ على الكل وسايق حوالين الكل وسايق على كل مشاهدين قناة الطريق باسم المسيح يا رب. في كل مكان، في كل المحافظات يا رب، في مصر كلها، في كل مكان في العالم يا رب، أمريكا، كندا، أستراليا، المكسيك، أوروبا، يوروب، كل البلاد العربية، الكويت، الإمارات، لبنان، العراق، السعودية، إيران، يا رب كل البلاد تقدر تكون بتحوط عليها في الوقت الجاي، وتحمي يا رب إخواتنا في العراق. يا رب بشكرك على كل ما فعلته في الماضي معاهم، من ايديك السخية الممدودة ليهم واللي هتعمله أكتر وأكتر معاهم يا رب في الوقت الجاي. بشكرك من أجل كل تسديد لكل احتياج يا رب حطيناه أمامك بالكامل وأنت سددته بالفعل. بشكرك يا رب، بشكرك لأن لازم يكون لغتنا في الوقت الجاي هي لغة شكر وليست لغة تذمر. يا رب خلينا نشكرك دايما يا رب على المرة قبل الحلوة، على كل حاجة في حياتنا. خلينا دايما رافعين قلوبنا ليك يا رب وبنشكرك. يا رب بحط بين ايدي كل مشاهدين قناة الطريق مرة تانية، سدد احتياجاتهم بالكامل. حتى لو شخص ما قدرش يكون بيدخل معانا وعنده طلبة صلاة معينة، انت شايف صلاته، انت شايف طلبته قدامك، تقدر تكون بتستجيب ليها باسم المسيح يا رب. الآن تفتح كل أبواب مغلقة قدامه وقدامها يا رب، افتح كل بيبان مغلقة من الشغل يا رب، تكون بتفتح أبواب كتيرة في الوقت الجاي لكل من يطلب شغل، كل من يطلب إيدين رحمة يلاقيها باسم المسيح، آمين. أعزائي المشاهدين، جينا لنهاية حلقتنا معاكم اليوم من برنامجكم يا رب ارحم كيري ليسون. سعدت جدا جدا أكون معاكم النهاردة مع كل بكاء وأيضا مع كل فرح بنقدر نكون بنوصل لقلوب حضراتكم من خلال برنامج يا رب ارحم، وكلنا ايمان وثقه بان ربنا هيكون بيسدد اكتر واكتر في الوقت الجاي. خلي عندك ايمان معايا وقول يا رب على كلمتك ألقي الشبكه. خلي عندك ايمان وثقه بان الهنا اله مستحيلات، تقدر بكلمه واحده يا رب تقدر تكون بتسدد كل اعواز اخواتنا حتى لو هم مش داخلين معانا ببرنامج يا رب ارحم، لكن انت شايف كل حاجه وعارف كل الاسرار وعارف كل حاجه وكل الخبايا اللي احنا مش عارفينها، عارف كل حاجه عن كل بيت، كل المشاكل تقدر تحلها في ثانيه لانك انت قادر، لانك صاحب الكل. بشكرك جدا يا رب، بشكر كل اعزائي المشاهدين يتابعونا النهارده من اجل متابعتهم لينا ببرنامج يا رب ارحم، وايضا من اجل حبهم العظيم لينا، وكملوا معانا باقي المشوار اللي ابتدينا مع بعض ببرنامج يا رب ارحم وايضا قناه الطريق. وتصبحوا على خير وكل الخير وسلام ونعمه مع حضراتكم. كنت معاكم رانيا نصر الله، برنامج يا رب ارحم. انتظروني كل اسبوع على شاشه قناه الطريق. سلام ونعمه. العوز بلاقيك جنبي تسند لي قلبي تشجعني، لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم. وقت العوز بلاقيك جنبي تسند لي قلبي تشجعني، لو كل العالم تركوني هصرخ واقول يا رب ارحم. يا رب ارحم.
في كتير طرق وسط الحياه.